مساء الخير. وعليكم السلام، مساء الخيرات. بالنسبة للموضوع كالعادة، يعني عنوان موضوع اليوم موجود أعلى التعليقات في النبذة، نبذة يعني بث اليوم. أعلى التعليقات موجود الموضوع بشكل مختصر. موضوعنا اليوم هو عن العنصرية في تركيا ضد العرب بشكل عام، ومظاهر العنصرية الأخيرة. أكيد حضرتكم سمعتوا بحادثة يعني هجوم وحشي من قبل عشرات الأتراك على فتى يمني قبل أيام قليلة، وقبل منه يعني على فتى كويتي الجنسية أيضا، كانوا يعني على ما أعتقد سياح في تركيا. فسوف نتحدث بهذا الموضوع اليوم، ونخصص هذا الموضوع بشكل مخصص، ولكن يعني ليس موضوعنا، معلش حتى يعني نلتزم بموضوعنا. الموضوع هو بشكل عام العنصرية ضد العرب، وبشكل خاص ضد السوريين. راح أنتظر دقيقة وأقرأ مقدمة عن موضوع اليوم، وأستقبل ضيوف ونبدأ بالحوار. طيب، خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية، أطلقت أحزاب المعارضة التركية حملات تحريض إعلامية ضد العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص. وتصاعدت هذه الحملات خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، عندما وعد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بترحيل السوريين في حال فوزه بالانتخابات. ومع ارتفاع وتيرة التحريض ضد العرب، تكررت حوادث الاعتداء على سائحين أو مقيمين عرب في تركيا، وكان آخرها اعتداء عشرات الأتراك بشكل وحشي على فتى يمني يبلغ من العمر 15 عاماً في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسينيورت بإسطنبول. وأيضاً تعرض شاب كويتي يبلغ من العمر 16 عاماً للضرب بساطور أثناء تواجده مع أسرته، بحسب مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقل نشطاء أن الشرطة التركية رفضت القبض على المعتدي الذي قام بضرب الشاب. ويذكر موالون للسلطات التركية أن تقارب تركيا مع العالم العربي من الخليج حتى أقصى المغرب يقض مضاجع قوى دولية وإقليمية، كما أن هناك معارضة تركية ترى أن هذا التقارب يصب في صالح الحكومة، وبالتالي فهي تعتبره خطرا عليها حتى لو كان لصالح البلاد. ولذلك يتوقع أن تكون هناك محاولات مختلفة للإيقاع بين العرب والأتراك لضرب التقارب العربي التركي، إلا أن هذا الأمر المتوقع لا يعفي الحكومة التركية من المسؤولية. مساء الخير سيد أبو يوسف. مساء الخير إليك ولكل مشاهدينك ولكل متابعينك. أهلا موضوع وسهلا حقا سيدي. موضوع شيق وموضوع يستحق النقاش، ونتمنى من كل ضيوفك أنه يبتعدوا عن الشحن. ما بدنا نعيد مأساة البارحة وقبلها، نتمنى أنه نلتزم بآداب الحوار. نتمنى من المشاهدين اللي أنه حتى التعليقات كتابة تكون تليق بهذا البث. نتمنى نبتعد عن الألفاظ المش منيحة، يعني هاي ثقافة، نتمنى ننقل ثقافتنا بنقاشنا مع الآخرين. ستي العزيزة، فيما يخص الموضوع العنصرية في تركيا، أنا أحكي لك من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر حقوقية. هذا الموضوع يعود إلى قصر التشريعات القضائية. التشريعات القضائية في ملاحقة أو وقف الخطاب العنصري الذي يهدد، هذا الأمر يهدد الاقتصاد التركي ويهدد الأمن القومي التركي. هلا لذلك هل نلاحظ انه خطاب
تطرف أو خطاب عنصري، يجب القضاء هنا أن يتدخل ويقول كلمته. مع الأسف القضاء في تركيا إلى هذه اللحظة مغيب عن هذا الموضوع. طيب سيد أبو يوسف، دعنا نبدأ بالبداية عن تاريخ العنصرية. إذا حضرتك عندك نعم. يعني علم بتاريخ العنصرية بالنسبة للأتراك تجاه العرب، سيد أبو يوسف، يعني كان الوضع قبل يعني مدة ليست بطويلة، كانت مظاهر العنصرية تقتصر على السوريين، يعني وكان يعتقد أن بسبب يعني عددهم الكبير فلذلك الأتراك يشعرون يعني ببعض من الغيظ تجاه وجود السوريين بشكل كبير في يعني في بلادهم، ولكن الآن أصبحت هذه المظاهر تطال العرب حتى يعني السياح منهم، حتى يعني إحدى الحوادث سمعت عنها أنهم كان يعني اعتقدوا شبان أتراك أن أحد سياح أجنبي على ما أعتقد روسي اعتقدوا على أنه عربي أو أسباني سوري لا أسباني أعلم، صحفي أسباني هو وقاموا صحفي أسباني هو وزوجته العام الماضي نعم، وقاموا يعني بضربه بالاعتداء عليه. وبسقه البس ورموه بالسيجارة وحرقه، حتى أنهم قاموا بإطفاء السيجارة على زوجته، على زوجته إطفاء السيجارة. نعم، هذا صحفي تماما فرنسي، صحفي أسباني، عفوا صحفي أسباني. سيد أبو يوسف، كيف آلت الأمور بالشعب التركي؟ يعني خلينا نتحدث بطريقة طيب، شعبية هلا قبل أن ندخل بالدراسة. انت سالتيني الخطاب العنصري متى بدا بتركيا باتجاه العرب. بدنا نرجع الى الوراء قليلا اذا سمحتي لنا، كونه ما في احد يعني غير احد ضيوفك المسي عليه ونقول له مساء الخير لك. ست العزيزه، الخطاب العنصري في تركيا ظهر بعد مع استلام حكومه الاتحاد والترقي، بعد ما استقلت بعد ما الدوله العثمانيه انهارت وانسحبت من المنطقة العربية لصالح الاستعمار البريطاني والفرنسي. هنا الأتراك مع ظهور القومية بتلك الفترة شعروا أن العرب قد غدروا بهم وخانوهم باتجاه لصالح الغرب. هنا بدأ عام 1918، هنا بدأ العنصرية تجاه العرب، بدأت من الأتراك من تلك اللحظة. من عام 1918 بدأ العنصرية تجاه العرب، بقيت تلك العنصرية قائمة إلى حين استلام حزب العدالة والتنمية. بدأت تلك المظاهر تخف شيئا فشيئا فشيئا إلى حين موجة اللجوء وموجة النزوح السوري باتجاه تركيا. وخاصة شدت تلك الفترة مع حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما رافقها من تصعيد إعلامي. مع الأسف الإعلام يقوم بدور محرض ودور تحريضي كبير على اللاجئين السوريين. وعلى اللاجئين وعلى كل هذه الحزب. احنا لما اليوم الاعلام يقوم بالتحريض الاجانب على الاجانب، طيب هنا لم يراعوا المصالح. في دائما كل دول العالم تراعي المصالح. اولا شيء، السائح الخليجي عندما ياتي الى تركيا فهو ينفق المال الكثير، هذا اول شيء. فعندما يمتنع السائح الخليجي الكويتي ولا البحريني ولا السعودي ولا الاماراتي، عائد السياحة في تركيا ما يقارب ال 50 مليار دولار سنويا. إذا فقد ذلك العائد، فهنا الاقتصاد التركي سيعاني كثيرا من تلك المظاهر. عندما شهدت تركيا قطيعة الدول العربية والدول الخارجية، واتجه السائح العربي باتجاه أسبانيا، الحكومة التركية المطاعم المظاهر السياحية في تركيا كانت مفلسة، لا يوجد في لديها زبائن. الخطاب العنصري مع الإعلام ضد اللاجئين وضد السائحين، هذا يضر بتركيا وبمصالح تركيا وبالأمن القومي التركي. هي أول شغلة. ثاني شغلة والأهم من تركيا، وزير الصناعة التركي منذ 20 يوما خرج إلى الإعلام قال لا نستطيع أن نستغني عن العمالة السورية. العمالة السورية بالحرف الواحد هكذا قال وزير الصناعة التركي، قال العمالة السورية إذا استغنينا عنها سينهار الاقتصاد التركي. اليوم العمالة السورية هي عمالة ماهرة، العمالة الماهرة اليوم بتركيا، المصانع السورية من يقوم بتشغيلهم العمال السوريين. أولا عدة أسباب، المشغل التركي وهو صاحب العمل ورأس المال التركي يبحث دائما عن هامش الربح. المواطن السوري ليس له، لا يدفع له ضمان، أجوره أقل من المواطن التركي، ساعات العمل أكثر، العامل السوري يشتغل أكثر من العامل التركي، فإذا نعم هامش الربح. سيد أبو يوسف، يعني هذه الظروف اللي حضرتك ذكرتها أيضا تثير بغيضة الأتراك، يعني
خصوصا العمال منهم تجاه السوريين، لأن العامل السوري كما ذكرت حضرتك يعني قد يرضى بالقليل يعني كراتب له أمام العمالة التركية، فبالتالي هذا يتسبب أيضا بنوع من العنصرية. ف يعني صراحة الوضع محير عندما يكون لا الخطر من قبل يستطيع. الشعب، يعني على ما أعتقد وضعه صعب، أما عندما يكون من قبل الدولة أوكي، يعني الواحد ممكن يتفهم أنه هذه سياسة معينة تبعا لمصالح معينة، أما شعب بأكمله يقوم بعنصرية بشكل غريب ووحشي، يعني هذا غريب صراحة. راح اجاوبك بقصارى مشان اعطي المجال للاخرين. المواطن التركي لا يستطيع القيام بتلك الاعمال التي يقوم فيها المواطن السوري، كحاله كحال المواطن اللبناني. المواطن اللبناني في لبنان لا يستطيع القيام بتلك الاعمال التي يقوم فيها السوري. هذا مستحيل. ثاني شغله، نظام الحكم في تركيا نظام فصل رئاسات، نظام فصل رئاسات، يعني في عندك سلطه مركزيه وسلطه لا مركزيه، فنظام الحكم في تركيا يقوم على نظام البلديات، وفي عندك نظام مجلس الشعب وعندك النظام الرئاسي. النظام الرئاسي البلديات الكبرى في تركيا، من يسيطر عليها؟ نظام البلديات الكبرى يسيطر عليه الحزب الجمهوري. فالعنصريه اين نشاهدها؟ نشاهدها في بلديه اسطنبول الكبرى، نشاهدها في ازمير، نشاهدها في انقره. هذه تلك البلديات هي من يسيطر عليها الحزب الجمهوري. رئيس البلديه، ورئيس البلديه له مطلق الصلاحيه في اتخاذ القرارات، تتبع له الضابطة الشرطية، تتبع له الضابطة الشرطية. عناصر الشرطة مجبرون بتنفيذ أوامر رئيس البلدية. إذا رئيس البلدية اتخذ بإغلاق أمر المحل، الشرطة يجب عليها تنفيذ ذلك الأمر. إذا رئيس البلدية أخذ قرار بترحيل اللاجئين وطلب من الشرطة مكافحة الهجرة الغير المشروعة أو الأعمال الغير مشروعة أو التضييق على السوريين أو على الأجانب، الشرطة ملزمة بتنفيذ تلك القرارات، لأن ذلك هكذا نظام الحكم في تركيا. ثاني شغله، في نفصل ما بين العلمانيه، بين الشعب التركي المحافظ وما بين الشعب التركي العلماني. الشعب التركي المحافظ يميل الى اللاجئين، وهو شعب لطيف ودود وصاحب اخلاق ومحبذ ويحبذ اللاجئين. الشعب الجمهوري هذا يميل الى العنصريه والبغيضه باتجاه اللاجئين وباتجاه العرب. هذا مختصر الحديث سيدتي. التركيه الان تعاني ازمه، ونتمنى من القضاء وان تسن تشريعات لمحاربة تلك العنصرية، لأنه بالنهاية المتضرر هو الاقتصاد التركي. شكرا لك ولكل متابعينك. شكرا لك سيد أبو يوسف. سيد لافيدا إكسترا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لك على هذه التدخل السريع والمقتضب. بارك وسلام. الله فيك، هذه أول مشاركة وأول تضاعي معك. قضية العنصرية كما تعرفون أن شمال إفريقيا كان يعاني من العنصرية، خصوصا من القادمين والنازحين. يعني أنا بحكم أنني من شمال إفريقيا أعالج هذه الظاهرة. بالنسبة لتركيا أنا أرى ثلاثة جوانب. منها الجانب الأحزاب، أنا أعتبر أن تغذية الأحزاب المعارضة للعنصرية هي ارتفعت بشكل كبير في هذه الآونة الأخيرة، يعني لا ينكرها جاحد أو محب. ثانيا، تغذية العنصرية في تركيا أنا أراها منذ مصطفى أتاتورك، هو غدى العنصرية وكان معادي من أكبر المعادين للعروبة، وهذه تاريخيا لا ينكرها جاحد، وخصوصا قد ازدادت في بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب أزمة اللاجئين السوريين للأسف الكبير. وأنا أرى كذلك أن بالنسبة لقضية الجورة، أنا انظر بعين الجورة. دائما الجار يعني الدولة للدولة دائما تكون هناك مناكفات وكذا وكذا وكذا. بالنسبة للجانب الآخر، أنا كنشوف واحد الحاجة اللي لاحظتها، خصوصا أنني كنت في تركيا. عندما تأتي إلى المطار مثلا، يرى فيك، عندما يراك أنك عربيا أو أمازيغيا أو كذا، يعني أتيت من شمال إفريقيا أو من الخليج، دائما يرى فيك تلك النظرة الدونية، سميها كما شئت. طيب وهذا أنا سيد لم أشك. لافيدا، يعني باعتقادك يعني الغرب يمارسون العنصرية بداعي اللون مثلا أو الدين، ولكن الأتراك لماذا يمارسون العنصرية؟ يعني أنا اللون أرى، تقريبا مشابه والدين مشابه. أنا بمعتقدي الخاص أرى أن الأتراك لا يرون باللون، ولكن هناك تغذية
عندهم من التاريخ أنهم معادين للعروبة، أن العرب خانوهم، أنهم كانوا في سقوط الدولة العثمانية، وكذلك كما أشرت أختي أن الأحزاب المعارضة ساهمت، الأحزاب في تركيا، بعض الأحزاب القومية ساهمت في تغذية هذه الأزمة. وكذا أنا أحيلك إلى قضية أخرى في الجانب السياحي. هناك عنصرية كبيرة جدا ضد العرب في الخليج وفي شمال إفريقيا. عنصرية، لا خصوصا في المطارات، عندما تأتي إليه للمطار دائما ترى تلك النظرة الدونية، وترى أنه يكلمك بطريقة، وحتى أزيدك ربما الإخوان الذين كانوا في تركيا، أنا أستسمح على اللهجة تاعي، كانوا في تركيا يلاحظون أنهم يتكلمون باللغة التركية، لا يتكلم معك بالإنجليزية مثلا أو بالفرنسية أو بلغة أخرى. دائما هناك تعصب كبير خصوصا في المطارات والفنادق والمطاعم. ولكم الكلمة الأخرى. نعم، يعني صراحة أنا قرأت تقارير وكان هناك حديث عن أن العنصرية متصاعدة جدا في المطارات. على ما أعتقد عندما يتم ذكر كلمة المطارات فهو بالتالي الموظفين في المطارات، لأن الشخص المسافر يعني أكثر ما يختلط في المطار بالموظفين الذين يقومون بتفتيشه وإدخاله طبعا إلى يعني إلى القاعة التي تكون فيها الطيران أو حتى يخرج من المطار. فبالتالي على يعني هذا إن دل على شيء، دل على أن مظاهر العنصرية هذه ممنهجة وقانونية. تماما، هذه المطارات فهناك هم في الواقع موظفون للدولة، والدولة ترى كل شيء، ترى الاستفزازات، ترى أن الناس يطلعون إلى السوشيال ميديا ويعبرون عن امتعاضهم الشديد للأسلوب الذين يتعاملون به. فهذه قضية الدولة، والدولة عندما تغض الطرف على هذا فهذا يبقى للأسف الشديد. أنا سوف أحيلك إلى شيء. ربما أن المجتمع العربي ككل يرى أن السياحة في تركيا هي شيء من المسلمات. يعني لم تذهب إلى تركيا فإنك لم تذهب إلى شيء. أنا أرى هناك مناطق عديدة للسياحة في من غير تركيا، أنا لا أذكر بلدي ولكن أشيد عليه للسياحة العائلية وكذا. بالنسبة لتركيا أختي، فهناك دائما تلك النظرة الفوقية على العرب كيفما كان الأحوال. لك الكلمة. نعم، شكرا لك سيد لافيدا إكسترا. سيد الله، سوف أترك شكرا المجال للآخرين. تحياتي، شكرا يا لك مرحبا، أستاذة على هذا. شكرا سيد بشار، مساء الخير. يسعد مساكي أستاذي، ومساء جميع الموجودين يا رب، وشكرا لك على طرح هاي النقطة المهمة. هلا قبل ما بلش بس عندي هيك مداخلة صغيرة للأخ أبو يوسف. هلا حضرته الأخ أبو يوسف أول شيء تحدث عن موضوع الإعلام والقضاء. هلا إلى الآن وأخي أبو يوسف إذا محامي بيعرف، لا يوجد فقرة حقيقية قانونية بتجرم العنصرية بتركيا. هي أول نقطة. وثاني نقطة تحدث فيها الأخ أبو يوسف عن الوزير اللي تحدث إنه لا نستغني عن العمالة السورية في تركيا، ولكن بنفس الوقت رأس الحكومة السورية التركية عفوا يتحدث إنه يجب ترحيل 1 مليون سوري. يعني لذلك في نقطة كثير مهمة نحن لازم نوصلها، وحتى يوم بيتحدث عن موضوع الهجرة، كلياتنا بنعرف إنه الرئيس التركي قام بتعديلات دستورية اللي هو صار مسؤول عن تعيين كل المسؤولين، فلذلك الذنب دائما هو، يعني ما فينا نحن نحمل الصغار، مثل ما تفضلت حضرتك بكلمة، هي سياسة ممنهجة، يعني بنفس الوقت هو يوم نحن نقول نحن مع الشعب السوري، وبنفس الوقت بتصير الممارسات العنصرية. طبعا بالبداية لا كمان بدي اترحم على الشاب محمد اللي هو اليوم كان آخر الضحايا السوريين اللي تم قتله طعنا بالسكين في اسطنبول طبعا. فنحن يعني لما نتحدث عن موضوع العنصريه، هي بالنهايه طبعا هي سياسه ممنهجه مثل ما تفضلتي، لانه للاسف اول شيء دائما بالانتخابات بنشوف كيف بيتم استعمالها كورقه سياسيه من جميع الاطراف وليست من المعارضه. نعم المعارضه هي طبعا هي اول من محرك، ولكن لما يكون في رادع، لما يكون في خطاب رسمي حقيقي
ما حقول بجرم، لانه الى الان برجع بقول ما في فقره حقيقيه بتجرم العنصريه بالقانون التركي، ولكن لما يكون في خطاب خليني اقول لك هادئ من قبل رسمي من قبل الحكومه، فما حي ما حيتم تحريض الاعلام، ما حيسترجي الاعلام يتحدث بطريقه محرضه، وخاصه وكلياتنا بنعرف كيف من سنوات بيطلع رئيس حكومه رئيس تركيا وبيتحدث بيقول نحن انفقنا ملايين الدولارات على الشعب السوري، مع العلم انه كليات العالم بيعرف انه هي ملايين الدولارات هي من قبل الاتحاد الاوروبي. فانا ما بلوم الشعب التركي، بدي اسمع رئيسه هيك عم يحكي طبيعي يقول انه هذا السوري عم يسرق لي قوتي، فلذلك انا اكيد بحمل الذنب على الحكومه وعلى الرئاسه قبل المعارضه اللي هن سووا هذه الخلافات. وكلياتنا بنعرف كل ما يصير خلاف بين الدوله التركيه والاتحاد الاوروبي كيف بتصير الدوله التركيه حنونه وبتفتح الحدود للشعب السوري مشان يطلعوا يموتوا على حدود باليونان. فنحن ما فينا بنقول انه الاعلام هو المحرض والمعارضه هي المحرضه وما في قضاء. طيب وين الحكومه الرسميه؟ وين التصريحات الرسميه؟ نحن عم نشوفها ضد هالشيء، وما فينا ناخذ دائما تصريحات، بدنا نشوف الافعال على الارض نحن، يعني نحن يوم اليوم 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 تقريبا اكثر من 15 شخص تم ترحيلهم ومعهم كملك ومعهم الامور النظاميه، هي اليوم من معمل باب الهوى. فصديقي انت مع احترامي لك اخي يوسف، نحن ما فينا ناخذ تصريحات، نحن بدنا نشوف الافعال على الارض. نعم وهلا سيد، هي طبعا تفضلي. عفوا سيد بشار، كنت بدي أسألك أنه سيد أبو يوسف تطرق لنقاط، عفوا أن الحكومة يعني لا، مثل ما حضرتك تفضلت، على فكرة أنا نسيت الفكرة، كفي كفي حديثك لو سمحت، تفضل. ولا عفوا يهمك ولا يهمك، لا ما في مشكله. هلا انا بدي ارجع للسؤال اللي حضرتك قلتي انه ليش يمارسون العنصريه بما انه نفس الدين. انا معك نفس الدين. هلا انا اللي بشوف ممارسه العنصريه هي اولا طبعا لاسباب سياسيه بحته، لاسباب سياسيه للدوله الفرنسيه التركيه، والسبب الثاني طبعا هو اقتصاديا، كلياتنا بنعرف كيف. كمان برجع لنفس المثال، كل ما يصير خناق على الدوله التركيه اقتصاديا او خلافات بين الاحزاب للاسف دائما هي ورقه اللاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، هي دائما الورقة الرابحة اللي بيتم ابتزاز الغرب فيها. أنا هذا السبب اللي بشوفه في ممارسة العنصرية. نعم، ما شكرا أعرف يا تذكرتي سيدي. سؤالك. لا صراحة مش الحال، طيب برجع نرجع بقول مرة لك ثانية. شكرا 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 لك. لك. شكرا. سيد عبد الملك، مساء الخير. مساء النور، الله يعطيك العافية أستاذة والسادة الحضور، الله يبارك فيكم وشكرا على استضافتك. أهلا وسهلا. أنا بالنسبة لي لا تعليق، لأنه مع الأسف الدولة التركية دولة إسلامية بكن لها أنا شخصيا كل حب واحترام، بس مع الأسف نحن الشعب السوري صرنا ورقة كل المجتمعات تتاجر فينا وتبيع وتشتري فينا، والله غالب ما عندي أكثر من هيك أحكي. يعني سيد عبد الملك، صراحة اليوم بالنسبة لتركيا يعني حتى العرب السياح منهم والخليجيين أيضا أصبحوا أيضا في مرمى يعني استهداف الأتراك للأسف، فالموضوع لم يقتصر الوضع على السوريين وإنما على كل من يحمل القومية العربية للأسف. أنا كنت بدي أسأل السيد بشار، يعني هلأ حتى ذكرت صراحة يعني تركيا، يعني حضرتك سيد بشار أكدت معي أن هذا ممنهج وقانوني تبعا لما يحصل في المطارات، تبعا لأن هناك أشخاص يضربون ولا يعني لا ولا تقوم الشرطة التركية باعتقال المعتدين، فبالتالي هذه أعمال قانونية يسمح بها القانون، قد تكون ثغرات بالقانون لا أعلم صراحة. هل لماذا تركيا لا تخاف على سياحتها؟ يعني إذا تحدثنا فقط عن الخليج مثل ما تفضلت، فأكيد هناك يعني عدد كبير من الخليجيين يذهبون للسياحة في تركيا، على ما أعتقد أن يعني جزء كبير من اقتصاد تركيا يعتمد على الصعيد السياحي، فلماذا لا تحسب حساب لهذه الممارسات، أم أنها يعني لا تعتمد صراحة على العرب وأنهم يعني لا يهمونها، أو أن هذا اتفاق يعني تبعا لظروف معينة سياسية؟ هلا سؤالك كثير مهم فعلا. هلا سؤالك استاذي الكريم، هلا هي طبعا لا تعتمد على العرب كشعوب، ولكن كحكومات كلياتنا شفنا كيف الزيارات الاخيره وتم الاتفاقيات الاقتصاديه مع الحكومات العربيه. هلا بالنهايه الدوله التركيه معلش يعني مين بيهمها، الشعوب الموجوده ولا الحكومات والمليارات اللي بتنضخ كاستثمارات؟ اكيد الحكومات، اما الشعوب للاسف يعني الشعوب العربيه حكامهم
مو سائلين عنهم، حتى تسال عنهم الحكومه التركيه. وانا طبعا بدي اوجه كلمه للاخ عبد الله، بتمنى ما يزعل مني الاخ عبد الله عم يحكي، اكيد نحن حاسين بوجعكم، اكيد اذا نحن برا تركيا ونحن يعني السبب اللي ما بيخلينا نتكلم هو خوف على اهلنا واولاد بلدنا. والشغله الثانيه مثل ما تفضلتي، اكيد الحادثه العنصريه اللي حدثت امبارح للشابين اليمنيين للاسف، اللي هي العنصريه عم تتمارس ضد جميع العرب وليس فقط السوريين، نحن يعني عم نحكي عن جميع العرب. وبالنسبه اخي عبد كمان، يعني انا بتمنى يعني تتقبل كلامي، اكيد دوله مسلمه والاسلام ديننا ولعيننا وراسنا، بس يا صديقي الاسلام نحن دائما بالقلب. يعني نحن نتكلم موضوع سياسي وعنصريه، انا اذا شخص مسلم وقتلني يعني انا بسامحه لانه مسلم انت برايك؟ فهذا موضوع الاسلام، بتمنى وقت تكون عم تناقش موضوع سياسي يعني المفروض يكون بالسياسه الدين على جنب ما دخله، وكل الاحترام للجميع. نعم ودي بكن لك كل حب واحترام للأنسة وللحضور. أنا قلت لك ما فيني أحكي أكثر من هيك، الله غالب يعني خلص الأمور صارت فوق الحد. يعني وين بتريد؟ نحن بالسويد يعني اللي بالسويد ما هو مرتاح، اللي بألمانيا ما هو مرتاح، وأنا شخص موجود في ألمانيا ماني موجود في تركيا، بس أنا كنت بال2011 لغاية ال2013 في تركيا، ما كان فيها الشيء اللي عم تحكي عنه. طبعا انا تخطيت هذيك المرحله، يعني سبحان الله العنصريه نحن كشعب سوري وين ما عم نروح عم نشوفها. طيب سيد عبد الملك، شو رايك ممكن رده، بفكره، بس ممكن لحظه رده سيد، بس جزئيه ولا راح تفضل. اعطيك، بس بدي اسال سؤال طيب لحتى تفضل. حضرتك كمان تجاوبني عليه. شو رايك بفكره سيد عبد الملك مقاطعه السياحه التركيه؟ طبعا ليس فقط بالنسبة للسوريين وإنما للعرب بأكملهم، بحيث أن يعني الشعب التركي وحكومته يعيدون حساباتهم يعني بشأن مظاهر العنصرية التي باتت يعني مقززة جدا صراحة. نعم أنا مع، صدقا أنا مع مقاطعته لردع كل ظالم. في قصص كتير لازم، مو بس السياحة، منتجاته لحتى بضائعه، لأنه مع احترامي إليك الشعب التركي بعبد الواحد سنت من بعد رب العالمين. انت كانسان ما بيعرفك كبني ادم كبشر. طبعا انا هذا الامر واجهته هون في المانيا وفي تركيا. نعم والله غالي، بس ما فيني احكي اكثر. شكرا شكرا لك سيد عبد الملك. طيب سيد بشار، برجع لك، خليني اعطي مداخله للسيد ابو يوسف. سيد ابو يوسف مساء الخير مرة ثانية لك ولضيوفك خيرك. كاملة ولسيد بشار. سيد بشار كأنك أنت دخلت الحديث مجتزأ، ما استوعبت شو حكيت بالأول. أنا حكيت بالأول هناك قصر بالتشريعات وخاصة فيما يخص القضاء. أنا عندما يكون القضاء هو المسيطر لازم يكون القضاء هو الذي يعني فيما يخص الممارسات العنصرية تكون له كلمة الفصل الأولى والأخيرة. لازم يكون القضاء يعطي كلمته في ذلك القضاء على تلك المظاهر. في الدول الغربية القضاء هو من يقضي، من يتصرف مع تلك المظاهر. في أوروبا، نحن اليوم في أوروبا، في ألمانيا، اللي في النمسا، القضاء هو من يتصرف إلى مظاهر تلك المظاهر الذي تحض على كراهية الأجانب. في تركيا هناك قصور بالتشريعات القضائية فيما يخص التشريعات التي تحض على العنصرية والكراهية وإلى آخره. هاي أول شغلة. ثاني جزئية، الأحزاب المعارضة عن طريق الفضائيات وعن طريق البثوث اللي تم خاصة بفترة الانتخابات الأخيرة بتركيا وما رافقها من شد، وخاصة كان شعار الحملة الانتخابية لأوغلودار هو ترحيل السوريين والأجانب. يعني هذا الشعار الحملة الانتخابية للحملة التركية للانتخابات الرئاسية. فهاي لما نشوف هيك حمله نحن بتركيا انه رئيس دوله مترشح انه يعادي الاجانب ويعادي السوريين، فهون ما صار في انتخابات رئاسيه. راس المال اليوم السياسي الاقتصاديين في تركيا، الاقتصاديين انا تجاوبك عن الاقتصاديين، هم رجال الظل، وهم شوفي بكل دوله رجال الاقتصاد هم اللي يتحكمون بمفاصل الدوله. رجال الاقتصاد في تركيا يعرفون اليوم ويقين لا يستطيعون الاستغناء عن العمالة السورية. العمالة السورية اليوم هي مؤثرة في الاقتصاد التركي. العمالة السورية اليوم إذا تخرج العمالة السورية
عندما عملوا إضراب السوريين من تقريبا العام الماضي، عملوا إضراب وتوقفت المنشآت الصناعية والمكنات الخياطة وإلى آخره، توقفت في تركيا. العامل الاقتصادي شيء مهم. نتمنى نحن من كل حكوماتنا العربية، من كل مواطن يهان ويضرب في تركيا، أن تتخذ الدولة والحكومات العربية القطيعة من مع تركيا، قطيعة اقتصادية، قطيعة سياحية، على كافة المستويات. أردوغان ذهب إلى الخليج متوسلا لإعادة العلاقات الاقتصادية. هلا التركي مثل ما حكى هون السيد هون، ممكن ما هو عايش في تركيا، السائح العربي ينفق 5 أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي أو السائح الروسي. السائح الأوروبي نحن نعرف، السائح الأوروبي نحن نشوفه لما نطلع ماخذ سندويش معه وماخذ كذا، يمضيها بسندويش بقنية مي. السائح العربي بده يفوت على مطعم يفتح طاولة ويحط له من 300-400 دولار. السائح الغربي لا يستطيع التصرف هذا. لذلك اليوم احنا نتمنى من كل المواطنين العرب بالخليج ان تنتج، ما دام هذه تلك المظاهر والعنصريه قام بها وبتحريض من احزاب المعارضه، نتمنى من كل شعوبنا اليوم تتجه باتجاه دول اخرى لقضاء السياحه، او تتمنى ان تقوم بسياحه داخليه في بلدانها وتكتشف بلدانها. مع الاسف اليوم في البارحه او اليوم في مدينه طورسون قاموا بمسرحيه اليوم، مع الاسف بزي عربي وفتاه هيك، يعني شيء يثير حفيظة العرب والمسلمين. يعني الدور الذي قد جسده امرأة ورجل تركي يثير حفيظة المسلمين. لا أستطيع، يمكن أحدكم يستطيع الدخول اليوتيوب ومشاهدة المقطع المسرحي الذي نشرته بلدية طورسون. العرب اليوم يتجهون إلى كره العرب. نتمنى من كل المواطنين العرب السوريين إذا يستطيعوا أن يتركوا تركيا فليخرجوا من تركيا. أنا هذا أتمنى، يهاجروا باتجاه أوروبا، يرجعوا إلى الشمال المحرر، يمارسوا اي عمل لا يلقوا في تركيا. واتمنى من كل السائحين العرب، لانه اليوم الممارسات العنصريه وخاصه الاحزاب العنصريه، تلك الاحزاب تريد ان تعمل على افشال الحكومه بقياده اردوغان. هدفه واحد هو اسقاط اردوغان. كيف ما كيف بده يسقط اردوغان بالاقتصاد بالسياسه؟ هم فشلوا بالسياسه، اليوم يحاربونه بالاقتصاد. فنتمنى من اذا كان اردوغان رجل دوله ان يتخذ تشريعات تحد من تلك المظاهر، ويعطي السائح العربي حقه، أو أي سائح يأتي إلى تركيا أن يعطيه حقه حتى يشعر بالأمان، أنه أنا جاي سائح. أنا ما جاي، السائح العربي ليس لا يأتي إلى تركيا متسولا. السائح العربي جاي ينفق وجاي يقضي شهر أو شهر ونص أو 20 يوم، جاي يستمتع بالمناظر أو بالجمال الموجود في تركيا. رب العباد وهب تركيا الجمال، فهذا لا ننكر هذه الطبيعة. إذا كانوا هم العنصريين الموجودين في تركيا مشاكلهم مع أردوغان ولا يستطيع الانتصار عليه، فقاموا بتصدير مشاكلهم لدينا نحن كشعوب عربية، فهي مشكلتهم. هم أثبتوا أنهم ضعفاء. فنتمنى من القضاء ومن السلطات التشريعية ومن السلطات التنفيذية أن تحد من تلك المظاهر، وخاصة فيما يخص السائح العربي والعربي وكل زائر إلى تركيا. نعطي المجال لك ولضيوفك. شكرا سيد أبو يوسف. شكرا لك. شكرا سيد القطار السريع، مساء الخير. مساء الخير أختي، مساء الخير للجميع. تفضل عم اسمعك. بتمنى انتظر كمان مداخلة للإخوان، سامحوني لأني بالسيارة 5 دقائق راح أوصل، وحب إني أشارك في النقاش والحوار معكم. تمام، خذ وقتك مو مشكلة. طيب سيد بشار. تمام. هلا بالبدايه اكيد كل الاحترام للاخ ابو يوسف، بتمنى تتقبل رايي. انا اخ يوسف بتفق معك بكثير نقاط اللي هي العنصريه الموجوده والشعارات المعارضه والله. بس يا اخ ابو يوسف برجع بقول لك، هذا الشيء ما عم يصير بصمت او رضا من الحكومه، يعني هي كمان خلينا نتفق عليها. هلا انت حضرتك قلت انه اردوغان رجل دوله، اي نعم انا بتفق معك، هو رجل دوله، هو اللي بنى تركيا الحديثه، هو اللي عمل الاقتصاد الحديث لتركيا. ولكن عندما يتم خطاب عنصري بطريقه غير مباشره، مثل بالمثال اللي ذكرته انه انا صرفت مليارات الدولارات على الشعب السوري، طيب هذا طبيعي يخلي المعارضه تطلع تحكي، هي عم تستند على هذا الكلام. هو هلا انا ما بعرف، انا مالي بنفسيته هو كيف حكى، قاصد ولا غير قاصد، بس يوم يطلع هيك خطاب طبيعي المعارضه وكل الناس العنصريين يعتمدوا على هذا الكلام. يعني حضرتك عم تنتقد المعارضه وانا معك كمان، بس ولكن كمان خلينا نتطلع على الطرف الثاني اللي هو الرئاسه او الحكومه او الخطاب الرسمي اللي ما عم يعمل اي شيء. واخرهم اذا كلياتنا شفنا كيف ازاله اللافتات العربيه بقانون، مع العلم في لافتات من كل اللغات غير التركيه،
طب ليش حصل؟ وهي هذا رسمي، هذا قرار رسمي، وبرجع بكرر النقطة اللي بقول لك قلت لك قبل شوي، يا أخي أبي يوسف، هي كلها إن كان القضاء إن كان هي كلها بنعرف تشريعات دستورية اللي أجراها أردوغان مشان هو يكون الحاكم للكل، يعني حضرتك لما تحكي العنصرية بأوروبا، نعم العنصرية موجودة بأوروبا، وأنا أحد الأشخاص موجود بفرنسا وتعرضت لعنصرية، صحيح القانون شوي كان بطيء ولكن بالنهاية أنا أخذت حقي بالقانون، بس أنا أعطيك مثال عن القانون اللي بتركيا بال2019، ما بعرف كلياتكم سمعتوا فيها الحادثة اللي تم فيها حرق 3 أشخاص سوريين بمدينة إزمير وهم نيام، أحد الأشخاص الأتراك كب عليهم بنزين، طيب هذا أحد الأشخاص تم توقيفه نعم بعد الشكوى، ولكن بعد أسبوع بيخرج هذا الشخص بحجة انه مريض نفسي، وهو لا مريض نفسي ولا شيء، طيب انت عن اي قانون نحن عم نتحدث يا اخ ابي يوسف؟ لو هذا القانون فعلا هو حقيقي ونزيه وبيشتغل عن جد مثل ما حضرتك عم تحكي، كان طلع هذا الشخص هو وغيره كثير، يعني هلا عندي اسماء كثير انا مستعد اذكر لك اياهم بس مشان ضيق يا الوقت، سيد فلذلك بشار، صديقي نحن يا نعم سيد بشار بس بس خليني مداخلة اكمل لك بسيطة. الفكره، بس كمل لك الفكره وحاسكت خلص ما في مشكله انه انت حقك كمان تجاوب يا صديقي، فانا معك برجع بقول لك والله انا معك، اكيد العنصريه والمعارضه هن طبعا السبب اللي عم يحرضوا، بس ولكن برجع بقول لك ليش ما نشوف الصمت، ليش ما عم نشوف الصمت والرضا، والصمت اكيد هو باللغه هو يعتبر رضا من الخطاب الرسمي من الخطاب الحكومي، ليش ما عم تطلع قوانين تجرم هذا الشيء؟ هلا انا برجع بقول لك انا افتح القانون التركي، ما في قانون حقيقي بجرم العنصريه بتركيا، ما في لا يوجد هيك شيء، طيب ليش ما بيطلع الرئيس وزارة نفسه بدل ما يقول انا بدي رحل مليون سوري، بدل ما يقول انا عملنا احصائيه ما شفتوها من كم يوم، طلع حكى قال انا عملت احصائيه ونسبه كبيره اكثر من 50% من الشعب السوري بده يرجع لسوريا، يوميا عمليات الترحيل، واللي بيحب يشوف يدخل على معبر باب الهوى، الموقع الرسمي بيشوف يوميا يوميا عمليات الترحيل، طيب هي عمليات الترحيل يا اخ ابي يوسف عم تصير من قبل دائره الهجره، يعني هلا سؤالي انا دائره الهجره من حالها عم تشتغل هذا الشيء؟ يعني اكيد في رضا حكومي بالموضوع، انا بس هي خلافي معك، اما باقي النقاط معك فيها، بس كمان ما فينا ننكر انه في رضا حكومي على هذا الموضوع، وشكرا تفضل. أنا لما أقول لك في قصور بالتشريعات القضائية، يعني القضاء مقصر، يعني لا يوجد نص قانوني يجب أن يكون القضاء هو الذي يقول كلمته فيما يخص تلك المظاهر العنصرية. القانون التركي نتمنى من القانون التركي أن يجرم مظاهر العنصرية فيما يخص الأجانب والاعتداء عليهم في هذا الموضوع. القضاء التركي إلى تلك اللحظة لم يقل كلمته، هي أول كلمة. ثاني فيما يخص احنا حكينا واسلفنا كونك انت عشت بتركيا وعايش حاليا في او في 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 فرنسا، بنعرف انه نظام البلديات حكم البلديات، احنا مو عندنا بسوريا رئيس البلديه ما له اي سلطه، بتركيا وبالدول الغربيه والدول الدول التي تعيش شيء من الديمقراطيه، نظام البلديات رئيس البلديه يعتبر هو الامر الناهي فيما يخص القطاع البلدي تبعه من ترحيل واعطاء استملاك و أبنية ورخص وإلى آخره، كل ما يخص القطاع البلدي هو الآمر أنه يعتبر رئيس دولة فيما يخص قطاع البلدية تبعه. لذلك لما عم نشوف عمليات ترحيل أو عمليات العنصرية أو الممنهجة اللي تمارس ضد السوريين وضد العرب السوريين، وين عم نشوفها؟ ببلدية إسطنبول. بلدية إسطنبول مين مسيطر عليها؟ الحزب الجمهوري. بلدية إزمير مين مسيطر عليها؟ الحزب الجمهوري. بلدية أنقرة مين مسيطر عليها؟ الحزب الجمهوري. وإذا لاحظنا الانتخابات الرئاسية اللي فاز فيها أردوغان خسر البلديات الكبرى، خسر البلديات، وين أردوغان فاز؟ أردوغان فاز بالأرياف، يعني ما فاز بالمدن الكبرى، يعني بالمدن الكبرى ما له شيء. إلى هذه اللحظة الحزب الجمهوري هو المسيطر على على المدن الكبرى، والمدن الكبرى رئيس البلدية صاحب له صلاحيات مطلقة فيما يخص القطاع البلدي تبعه. فلذلك نلاحظ أنه عمليات فيما يخص تلك العمليات من عنصرية ومظاهر عنصرية فيما يحق السوريين والعرب واللاجئين هي في تلك البلديات. أتمنى لك الرد أو نعطي المجال لغيرك لضيوفك. نعم، يعني سيد أبو يوسف، أردوغان فاز بمقعده مثل ما تفضلت حضرتك، وأكيد صلاحيات بأكملها يعني بإيده، بإيد الحكومة اللي هو وضعها. على ما أعتقد يعني الأمور واضحة صراحة. أنا برأيي نتحدث ممكن رد بجزئية بطريقة أن أستاذة؟ هذه المظاهر، بس لحظة شوي، هذه المظاهر هي تفضل. حقيقية وممنهجة وبموافقة القانون ولأسباب معينة، لأن يعني الأمور واضحة عندما يتم الاعتداء على أحدهم وليس هناك يعني شرطة حتى توقف هذا الاعتداء، عندما يتم قتل أحدهم ويخرج القاتل من السجن بعد أيام، عندما يتم ترحيل السوريين بطريقة يعني غير قانونية من دون أي
يعني مذكرة قانون يعني توقفهم وتعيدهم إلى بلادهم. فأيضا هنا هذه يعني لم يكن هذا عمل مثل ما تفضل السيد بشار عمل يعني فردي، وإنما هناك موافقة يعني من قبل الجهات المسؤولة والتي يعني تدير البلد. فدعونا نتحدث بطريقة منطقية، أن تركيا هي تمارس العنصرية، هي يعني حكومة وشعبا. يعني أنا آسفة ما بحب أحكي بطريقة يعني عامة، ولكن للأسف هذه الحقيقة، ويعني كل فترة نشهد مثل هذه التصرفات. شعور العنصرية هو شعور مقزز جدا، خصوصا أن الأتراك لديهم نفس اللون ونفس الدين، فعلى ما أعتقد يعني أن لا يحق لهم أن يمارسوا العنصرية. يعني بالنسبة للغرب يمارسون العنصرية، أنا ذكرت من البداية، بداعي اللون أو بداعي الديانة. أما عن الأتراك فهناك يعني هناك عنصرية ممنهجة مخطط لها، ولأسباب أكيد هي سياسية أو عقائدية أو قومية لا أعلم. خلي برجع بعطيك سيد أبو يوسف مجال، خليك ما في معي. مشكلة معك، أنا بعطي مجال. شكرا شكرا سيد. القطار السريع حضرتك جاهز؟ جاهز أختي، الله يسعد مساكي ومسا الجميع. أهلا وسهلا، ميت مرحبا. أرجو من الجميع يعني خذونا بحلمكم وافسحوا لي المجال حتى إني أعطي رأيي في الموضوع بالكامل، وإن شاء الله إنه أكون صادق في طرحي وفي كلامي. تفضل أولاً، تفضل. قضية العنصرية قضية عادية وطبيعية جدا، مش شغلة جديدة. يعني حقيقة ما بين الشعوب العربية أختي العزيزة والحكي للجميع، ابن الجنوب بيكره ابن الشمال، وابن الشمال بيكره ابن الجنوب، ابن المدينة بيكره ابن الريف، وابن الريف بيكره ابن المدينة. هاي حقيقة، ما حد يحكي لي غير هيك. ابن العراق بيكره ابن سوريا، وابن سوريا بيكره ابن المغرب، وابن المغرب بيكره ابن الجزائر. هاي العنصرية عند بعض الأشخاص، ما بحكي أنا بشكل عام، عند بعض الأشخاص، عند بعض الشعوب، عند بعض فئات من الشعوب العنصرية موجودة. فهي قضية العنصرية أنا يعني حقيقة بحطها في خانة لوحدها، لأنها كاملة شاملة على الجميع. ما يعني ما بقول إنه الشعب التركي مش عنصري. أنا عشت 4 سنوات في تركيا وما صار ليش أسبوعين مروح على وطني فلسطين، تمام؟ ال4 سنوات اللي أنا عشتهم حقيقة آخر فترة عشت فيها تقريبا آخر 6 شهور أو 7 شهور كانت من أقسى أيام وجودي في تركيا من العنصرية اللي كانت تحصل في بعض المواقف من المتروبوس، من الترامفاي، من المتروفاي، من بالحدائق، بالأماكن العامة، بالأماكن الأسواق. زادت. لو بدنا نيجي إحنا يعني حقيقة نشوف شو السبب اللي حصل عند الأتراك، وشو السبب اللي خلى الأتراك إنهم يوصلوا لهاي المرحلة من العنصرية. معلش سامحوني يا إخواني السوريين، أنتوا السبب. معلش سامحوني، أنا إلي أصدقاء سوريين بنحطوا على الجرح بطيب، لكن للأسف الشديد سبب زيادة العنصرية عند الأتراك وكره، يعني صاروا يشوفوا العرب كلياتهم سوريين، بطلوا يفرقوا بين هذا فلسطيني ولا هذا سوري ولا هذا خليجي أو هذا تونسي أو ليبي أو مغربي أو جزائري أو إلى آخره. صاروا يشوفوا الجميع أمامهم اسم عربي ويعتبروه انه سوري. للاسف الشديد انه نسبه كبيره جدا، للاسف الشديد، اساءت للحياه الاجتماعيه داخل سوريا اختي العزيزه. للاسف الشديد بطرق كثيره جدا، باشياء كثيره جدا، الاتراك نفسهم بطلوا يتحملوا. يعني لما الحكومة التركية نزلت قانون اللي هو قانون الاندماج، شو قانون الاندماج؟ قانون الاندماج انه يتعلموا كيفية الاندماج مع الشعب التركي وعقلية الشعب التركي والحياة مع الأتراك.
لكن للأسف الشديد لا يوجد 2% أو 3% من اللي كانوا ينضموا للمدارس هاي رغم أنها بدون مقابل، بدون مقابل. يعني أحداث كثيرة جدا كانت تحصل، تراكمات عبر السنوات كاملة كلياتها، هاي التراكمات أدت لزيادة العنصرية عند الشعب التركي. أنا ما بقول لك إنهم أنبياء ولا هم ما في عندهم عنصريين، لا عندهم عنصرية، لكن هاي العنصرية كانت محدودة، لكن مع التراكمات والأحداث اللي كانت تحصل زادت هاي العنصرية وصارت يعني شكلت عامل ضغط على الحكومة التركية إنها تتخذ خطوات ضد كل واحد اسمه عربي موجود في تركيا. وحقيقة بالنسبة للإخوان اللي بيقولوا إنه رح يوقف اقتصاد تركيا إذا طلعوا السوريين، لا عمي مش سائلين، لا سائلين عن سوريين ولا سائلين عن عرب ولا كلكنين هالكد الشعب التركي. الشعب التركي يعني 99% يوم السبت يجي معاه حق نية المشروب تاعته هو وصاحبته يطلعوا على الجنينة، وأكثر من هيك بدوش شيء من الحياة نهائيا. مش هالكد كلكنين لا باقتصاد ولا كلكنين أنا أساسا مستغرب كيف وصلوا شعب غبي، هذا الشعب شعب غبي، أنا مستغرب كيف وصلوا للي وصلوا له حقيقة، وحياة النبي أنا مستغرب كيف وصلوا للحياة اللي هم موجودين فيها. سيد القطار السريع، يعني إذا ممكن تكل المايك عندك المايك عم بتكرر. شكرا. يعني بالنسبة للسوريين نحن من البداية ذكرنا، يعني إذا لاحظت أنا كان من أوائل الأسئلة اللي طرحتها أنه لم تقتصر هذه مظاهر العنصرية على السوريين وإنما أيضا العرب، فكان في حديثي يعني أنه كان من الطبيعي ممارسة العنصرية على المواطن السوري في تركيا وذلك لكثرة عددهم. يعني أنا على حسب ما بعرف في أكثر من 4 مليون سوري في تركيا وهذا عدد كبير جدا، فبالتالي أي شعب إن كان تركي أو غير تركي حتى لو كانوا سوريين كان يعني كانوا أتراك اللي يعني لجأوا على سوريا، فعندما يكون 4 أو 5 مليون تركي في سوريا أيضا السوريين سوف يمارسون العنصرية ضدهم. طبعا بكل الشعوب مثل ما تفضلت حضرتك يوجد عنصرية، الحارة هذا تمارس العنصرية ضد الحارة التي يعني بعدها، والشارع هذا يمارس العنصرية ضد الشارع الآخر. معلش أختي خليني أذكر بعض المواقف، بس معلش سامحيني أذكر بعض المواقف حصلت معي أنا شخصيا صدقا، يعني صدقا تمام والله يشهد علي إني صادق. يعني أحد المواقف اللي كانت حصلت معي في أحد المنتزهات، شاب جالس تمام وحط كيس بزر بحده وقاعد بفصفص ببزر، وين برمي طلعت تحته لقيته ما شاء الله شو تحته معبى بزر ملبد بزر كل الارض كلها بزر، بينما بطلع على اللي بجنبه الاتراك حاطين ظرف تاني بفصفصه وبحطه بكلب شو الكيس. طبعا لما نشوفه هذا المنظر الاتراك بيستقز يعني بنزعجه كثير، بنزعجه كثير بنزعجه تمام، مادد اجريه فاتح اجريه للي رايح وللي جاي حتى مضايق على الناس اللي رايح واللي جاي. فانا حقيقه تاني تدخلت بقول له مرحبا، قال لي اهلين، قلت له عفوا يعني بعد اذنك المنظر اللي انت فيه يعني ما بتزعج نفسك انت لحالك او بكون مردود الغضب من الأتراك عليك لحالك، الغضب بيكون على جميع كل واحد اسمه عربي. فأنا بدي أحكي لك يعني 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 ذوقا 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 يعني اقعد منيح اجلس منيح تمام، لا تمد حالك ومسكر الطريق وقاعد بتبذر ومعبي تحتك كل ياتي بذر. نعم سيد القطار السريع، بس معلش لما بحكي معك سكر المايك لأنه صوتي بتكرر من عندك، في عندك مشكلة بالمايك. يعني أنا على حسب يعني معلوماتي الشعب التركي يعني منقسم، هناك يعني المتحضرين منهم، هناك المثقفين منهم، وهناك يعني البسطاء منهم يعني في مدن وأماكن معينة. إذا ذهبنا إلى غازي عنتاب
إذا ذهبنا إلى كلس، إذا يعني هذه تقريبا مناطق متشابهة. صراحة أنا يعني ما كثير بعرف بتركيا، ولكن يعني عندي معلومات خفيفة. وإذا ذهبنا إلى اسطنبول، إلى مرسين، إلى أنقرة، يعني هناك يعني أشخاص ذو ثقافة وحضارة مختلفة تماما. فهذه المظاهر أيضا موجودة يعني لدى الشعب التركي، يعني شهدناها صراحة على أرض الواقع. يعني لديهم العشوائيات، لديهم البساطة، لديهم يعني الشعبوية الزيادة عن اللزوم. فيعني على ما أعتقد يعني هذا طبيعي. برجع بكرر سيد اختي فاروق، انا بحكي لك عن منطقه معينه، اسطنبول نفسها. انا حقيقه عشت في اسطنبول، كنت اتنقل على بعض مدن، تمام، فقط اروح هناك من اجل العمل يوم وارجع على اسطنبول. انا بعطيك نبذه سيد القطار وصوره السريع، عن بس لحتى اسطنبول. معلش معلش خليك معي لحظة، بس لحتى يعني أمرر الدور، بدي أسألك سؤال واحد. هل مظهر واحد، شخص واحد، يعكس على 4 أو 5 مليون شخص؟ هل يحق للأتراك اليوم أن يمارسوا العنصرية بسبب شخص قام يعني برمي البزر أو القمامة أو يعني بأي فعل خاطئ؟ لا اختي، من حكيت لي قلت لك للاسف الشديد انه هذا العمل، تمام، ما كان يجي من شخص ولا شخصين، للاسف كان يجي هو ومواقف تانية، تمام، مش هذا الموقف لحاله، زي احداث كثيرة، مواقف كثيرة كانت تتكرر من كثير جدا وكثير. يعني كان ناس من السوريين يدعو كل الشعب السوري والشباب السوري والعائلات السورية، يا إخوان يا إخوان، غلط اللي بتعملوه، يا إخوان لما تنزلوا على المنتزهات حافظوا على يعني على النظام العام اللي انتم موجودين فيه، حافظوا على المكان اللي انتم فيه من ناحية العادات والتقاليد اللي ماشيين فيها الأتراك. يعني حتى انها وصلت هالحين نزلوا قرار انه الارجيلي ممنوع على الشواطئ وبالاماكن العامه وبالاماكن المنتزهات. مين سبب؟ عارف مين سبب منع الارجيلي هاي؟ نعم مين نعم اللي خلى الحكومه التركيه تاخذ هذا القرار بعدم استعمال الارجيلي على المنتزهات، داخل المنتزهات وداخل الشواطئ؟ تسمح لي بسبب بكمل الاحداث اللي كانت تصير أخي بسبب فاضل، الأرجيلة والمشاكل بسبب الأرجيلة تسمح لي بكمل بالمنتزهات، بسيطة تصدقي؟ سيد وأحداث القطار كثيرة أختي، أحداث بسيطة ومواقف بسيطة كثيرة بسيطة. جدا، كانت للأسف نسبة كبيرة من الناس السوريين تقوم فيها وتعمل فيها. فالتراكمات المواقف والتراكمات الكثيرة لهي الأحداث اللي كانت تصير وصلت للمرحلة اللي وصلت في العنصرية، إنها اسمح لي مدت على اسمح لي ناس ثانيين وعلى فئات في المجتمع كامل. سيد عبد الملك، راح أعطيك مجال لحتى ترد على السيد القطار السريع. شكرا لك سيد القطار السريع، تفضل عبد الملك. أخي الفاضل، نحن الكرة الأرضية كلها اجتمعت علينا لما كان السيد أردوغان، رجب طيب أردوغان، يقول حلب خط أحمر وحمص خط أحمر وحماة خط أحمر والشام خط أحمر، وكلهم سلمهم بإيده. أعطيني رد، انهي لي وضع بلدي ورجعني لبلدي. طيب طيب خليك سيد عبد الملك معي لو سمحت. بنرجع بنكرر، سيد أبو يوسف على ما أعتقد ذكر في بداية حديثه أن لمظاهر العنصرية تاريخ. بتمنى إنه نحن لما بدنا ندخل على بثنا، خصوصا بثنا، لأنه نحن يعني عنا محتوى على ما أعتقد يعني هو غالبا بيتم طرح أفكار يعني ذو أهمية. فهناك تاريخ للعنصرية، وهو مثل ما تفضل السيد أبو يوسف، عندما تم يعني عندما انتهى العثمانيين، يعني فترة العثمانيين، فهذا وضع عند الأتراك نوع من كره العرب، لأنهم اعتبروا العرب بأنهم خانوهم. اليوم السوريين قد يكونوا أججوا الوضع قليلا بعد فترة يعني معتدلة بين الأتراك والعرب بسبب حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، لأنه وضع قوانين. طبعا يعني لا نستطيع أن نجزم بأن أردوغان يعني قام ب لم يقم بأفعال تفيد بلاده، فبالتالي كان من مصالحه أن يوطد علاقاته مع العرب. فهناك تاريخ
للعنصرية في تركيا اليوم تم تأجيجه بسبب وجود أعداد كبيرة من السوريين. هذا يعني هذا طبيعي أيضا في لبنان، سوريين كثيرون وأيضا هناك مظاهر عنصرية الجميع يعلم بها. والله أنا هذه فهذه دولتان استقبلتا يعني سوريين بشكل كبير، فمن الطبيعي الشعب، معلش سيد عبد الملك أعطيني مجال بس لحتى أكفي، من الطبيعي الشعوب أن تشعر ببعض من الغيظ. لهيك بتمنى أنه نطلع على التاريخ لحتى نعرف أن هناك تاريخ للعنصرية لدى الأتراك، هذا ليس حديث عصره وإنما هذا قديم تم تأجيجه اليوم. عندما بدأت العنصرية تطال العرب فهذا إن دل على شيء يدل على أن المشكلة ليست مع السوريين وحدهم وإنما هي مع القومية العربية بأكملها. بتمنى نحكي بهاي الطريقة أنه ما نهاجم بعض، لأنه يعني هي حقيقة سيد القطار السريع. يعني أنا فهمانة حديثك ولكن كمان لازم حضرتك تكون مطلع شوي على التاريخ. شكرا لك على كل حال. سيد عبد الملك تفضل إذا في عندك إضافة عم اسمعك. أختي الفاضلة والله نحن كشعب سوري عم بحكي كعامة بدون استثناء تعبنا من الوضع اللي نحن فيه بدون استثناء، وين ما كنا بأوروبا بتركيا بلبنان بالأردن وين بدك، خلصونا من هالبلل اللي اسمه نظام بشار الأسد. حاجتنا تعبنا كتير حاج، كل واحد يتاجر فينا شكل حاج، كل بني آدم كل الدنيا كلها بتبيع وبتشتري فينا كشعب سوري. تعبنا كتير. شكرا لك، والله جزاك الله كل الخير، حسبنا الله ونعم الوكيل، بأمان الله. شكرا. طيب سيد، يعني صراحة اليوم ما في كثير تفاعل للأسف، يمكن الموضوع مو مهم مع أنه هو ترند بالنسبة خصوصا بالنسبة لليمن والكويت لأنه هن كان آخر معلش أختي بدي أسأل سؤال، معلش بعد إذنك أختي استنى دوري أستاذ، بس حاب نعمل مداخلة صغيرة، بعرف شو الاسم اللي أنا ديكي نورال فيه. نورال. ها؟ أنا نورال. نورال. نورال، حياك الله أختي، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. ولي بابا، كانوا في إطلاق نار؟ يلا أجا دورنا إن شاء الله، حرب أهلية عنا بفلسطين شكله. لا بعيد الشر. لا مبين والله يا أختي، صرنا ليلتين من نامش داكين ببعض الحمد لله هنا. الله بس يفرج على بلادنا وبلادكم وبلاد جميع أمة محمد، يعني الله المستعان. اللي رجعنا لبلادنا، اللي رجعني لبلدي رجعكم لبلدكم جاء حبيبنا محمد. وسامحوني يا أخوتي السوريين، أنا بعشقكم وبحبكم، والله يعلم كديش يعني عيب الواحد يحكي كديش كان باستطاعتي ناس سوريين، كديش بقدر كنت أنا أن أوقف بجانبهم، إلا أنه نسبي للأسف الشديد كانت تسيء إلكم قبل ما تسيء للآخرين. للأسف الشديد هذا اللي كان يقتلني ويقتل كثير من السوريين، أنه إحنا ننبه علاء المراسل، علاء نسيت شو اسمه اللي بيعمل أخبار وبيجيب أخبار السوريين في تركيا، نسيت اسمه علاء إيش، كنت دائما متابعه صديق كمان عندي. نعم. على التيك توك وعلى شو اسمه اليوتيوب كمان كان. المهم كنا نقولهم يا جماعة الخير، يعني أيام الانتخابات إنه الوضع سيء جدا، أكم من مشكلة حصلت أيام الانتخابات، ولكم المعارضة قاعد بتستغل أي حدث بيعملوه العرب، ولكم طيب خففوا مليون مشكلة عملوها أيام الانتخابات، مليون مشكلة مليون، يعني هاي الناس كانت تسيء للجميع، للجميع للأسف كانت تسيء. يا قطار السريع مساء الخير. تفضل سيد أبو يوسف مساء الخيرات. استاذ نورال، بتمنى يكون في حيادية وانتقائية بالكلام، لأنه فعلا هيك ما في منه حيادية، أنا كل مرة وقع بهذا الموقف وانا بتزهر، وشكرا لكم البس تبعكم. تفضل اخي، وينك عبد الملك؟ لا لا, لا شكرا بشار. شكرا لا بشار، وينك بشار؟ لا تفضل. شكرا شكرا. لا لا لا، لانه دائما الاستاذ النورال تقع بهذا الخطا، ما في قياده بالتحكم وما في انتقائي بالكلام، انا بتشرف فيكم كل الشكر لكم. احنا اربعه يعني يا سيد بشار، احنا اربعه. تفضل تفضل
معلش بس لما بيكون في حد عم بيوجه لي حديث لو سمحتوا تعطوني مجال لحتى يعني ارد عليه. سيد بشار اكيد حضرتك عم تسمعني، انا ما بعرف ليش بيتم اتهامي بالحياديه والموضوعيه لما بيكون في والله يا مشكله استاذ، بتخص يعني اداره الحوار فقط يعني، فانا كنت بدي اعطيه مجاله لكن هو مستعجل ما بعرف يعني شو المشكله. هو على كل الله يسامحك. طيب سيد ابو يوسف تفضل. بعتذر اول شيء، بعتذر من السيد بشار اذا كان في عنده رد. انا والله العظيم انا بعتذر، احنا كلياتنا اربعه على اللايف عندك، فشيء طبيعي يعني. انا لو قايل انه بدي يحكي والله انا بعطيه المجال له. يا سيدي ابو يوسف، انت سلطت المجهر تبعك على بعض الحالات الفرديه من السوريين في اسطنبول. هلا نحن بالمانيا، نحن اجينا بسوريا، لما كنا بسوريا كنا بنعبر اشاره المرور خضراء حمراء، بنعبر الشارع من منتصف الطريق بدون ما نتقيد بالقواعد المروريه. اما باوروبا يا سيد القطار السريع، ما في واحد منا بيعبر الشارع مخالف، وما في واحد منا بيعبر كذا، بده ينتظر الاشاره حتى تصير خضراء. ما في واحد منا يا قطار السريع بزت ورقه بالشارع او بزت بزر بفصفص بالشارع او عقب سيكاره بالشارع بيربيها بالمكان المخصص له. لما تكون في قوانين ناظمه وقوانين ردعيه راح المواطن يلتزم بتلك القوانين. اما لما تكون القوانين متسيبه والقوانين ما في بلد ناظم لتلك القوانين وفي عقوبات رادعه للاشخاص اللي عم يرتكبوا مخالفات، فشيء طبيعي انه الشخص راح يرتكب مخالفات ويعيد تكرار المخالفه، هذا شيء طبيعي. اما فيما يخص العنصريه للسائح الاجنبي اليمني، هل اليمني كان يفصفص بزر بالحديقه العامه لما بلشوا بيضربوا؟ هل المراسل الاسباني هو وزوجته العام الماضي عندما تم الاعتداء عليه وعلى زوجته واعتقدوا انه سوري، هل هذا كان يفصفص بزر مثل ما تحدثت انت باسطنبول؟ هل المواطن المصري العام الماضي عندما انهال عليه 15، العام الماضي عندما انهال عليه 15 تركي بلشوا بالضرب عليه اخي العزيز حكيت لك يا صديقي العزيز، قلت لك تراكمات لمواقف، هاي الاخت نوران بتشهد، قلت لك تراكمات لمواقف، ما حكيت لك انا بشكل معين، قلت لك تراكمات لمواقف، تراكمات عده مواقف وعده امور كانت تحصل من بعض الناس من السوريين. انا كنت يعني واضح. طيب اختصر لك الحديث ثاني من شهر ونص. سيد عبد الملك لو سمحت سكر المايك. بس لا اختصر لك الحديث بشكل بعجاله لكونه طلع ضيف نعطيه مجال له. لا اختصر لك الحديث يا سيدي، المعارضه تحملنا نحن العرب السوريين المجنسين والسوريين المقيمين في تركيا، وتحمل الحكومات العربيه خسارتها في الانتخابات امام اردوغان، وتحملنا نحن العرب دعمنا اردوغان في الانتخابات الاخيره والنتيجة دعمنا له فاز عليها. فهذه وهذا هو السبب انه الحكومات او البلديات اللي عم تمارس العنصريه ضد العرب وضد السائح العربي وضد السوري، لانه تحمل فشلها وخسارتها في الانتخابات امام اردوغان. ما في شك انه اردوغان رئيس دوله، بس نحن نتمنى نخاطب رئيس دوله هالمره بنوجه على معبرك، يا اما تكون كرئيس دوله تكون حامي الحدود وتحافظ على الحريات وتحافظ على الاشخاص وعلى الممتلكات وتكون سيد لهذا الوطن ولكل من يعيش في كنفك، لان انت يا اردوغان اخذت على اسم المواطن السوري الاتحاد الاوروبي دفع لك 17 مليار يورو. انت هذا 17 مليار يورو مو بالامر القليل، اوروبا دفعت تكاليف لانك تعيش المواطن السوري وتبدا بمشاريع تنمويه. الاتحاد الاوروبي عندما اعطاك 17 مليار اعطاك لتبدا بمشاريع تنمويه ومشاريع تعليميه للمواطنين السوريين اللاجئين على اراضيك، مو لا تروح تحطها للخزينه العامه ترفدها للخزينه العامه تبعك. هذا هو السبب انه المعارضه التركيه تحمل فشلها للحكومات العربيه للمواطن العربي اللي يدعموا لاردوغان. بنعطي المجال لضيفك وشكرا لك ولكل متابعينك. شكرا سيد ابو يوسف. سيد متعب يسعد اوقاتك. مساء الخير، تحياتنا لكم. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. الموضوع عن تركيا مو هيك؟ نعم، عن العنصريه في تركيا. يعني تركيا والله ما في داعي للشرح كثير، تركيا من زمان، من قبل الثورة أو من قبل الوضع اللي صار في سوريا، موقفها واضح وصريح، دولة عنصرية بتكره العرب، بتكره الشعب السوري، هذا وضحها وشفناها يعني، هي بالعين المجردة إيش قد ناس مثلا توقفت أو انضربت أو حتى وصل الموضوع للقتل على الحدود السورية التركية. نعم،
يعني سيد متعب، نحن طرحنا موضوعنا اليوم تبعا لأن كان هناك مظاهر وآخرها حالة اعتداء من قبل أكثر من 15 شاب تركي على فتى يمني الجنسية سائح على ما أعتقد. طبعا اعتدوا عليه بطريقة وحشية جدا لأنه عربي، وقبل منه على أيضا فتى آخر كويتي الجنسية أيضا، يعني تم ضربه بساطور والشرطة لم تحرك ساكنا. يعني كنا نتحدث أنا والضيوف أن يعني هذه حالات عنصرية ممنهجة بموافقة قانونية، عندما يعني الشرطة لا تتحرك وعندما يدخل الأشخاص إلى المطارات ويعني يتم معاملتهم أو رمقهم بنظرات عنصرية من قبل الموظفين، فبالتالي هذا إن دل على شيء دل على أن هذه الممارسات هي قانونية وتحت اسم القانون وممنهجة. طيب سيد متعب نزل، يمكن في عنده مشكلة بالإنترنت للأسف اليوم، يعني يمكن الموضوع ما كثير ملفت للانتباه، يا أما ما بعرف المشكلة بالتيك توك نفسه إنه ما بيرفع صراحة، ما بعرف يعني بحاول إني أفهم بروتوكولات التيك توك. طيب رح أعطي سيد الدكتور لينا صدواتك. يسعد مساكم يا جماعة. أنا بصراحة هيدي أول مرة بطلع عندك، بس شدني الموضوع لأنه صارت معي بتركيا، كنا نازلين سياحة بصراحة، أنا ماني عايشة بتركيا، أنا عايشة بأوروبا. نعم. فكنت أنا وأختي في الباص، والتنتين إحنا محجبين على فكرة، وعم نحكي بالعربي. أنا ما كنت بفهم إنه الأمور واصلة لهالدرجة من العنصرية في تركيا. فهذا الحكي من سنتين، فعم نحكي بالعربي، فجأة بتطلعوا فينا انه شو عم نحكي، ما اخذنا وعطينا شوي، صاروا يحكوا معنا، قلنا لهم احكونا بالانجلش، احنا ما بنفهم تركي، انتوا شو جايبكم على تركيا اذا ما بتحكوا تركي؟ صار واحد بيحكي انجليزي قلنا هيك، قلنا لهم احنا سياحه، طلع هيك الا بقلنا انتوا مش سوريين، ما ردينا عليه وقتها. والله العظيم وصل الموضوع معنا بيننا وبينهم، مفكريننا سوريين، وصل للضرب. هيدا بالباص بنات تنتين اتهجموا علينا، خمس شباب أتراك كلهم فوق الثلاثين، يعني مش نقول مراهقين أبدا، اتهجموا علينا أكتر ما إنه شوفير الباص وقف الباص بدهم يطلعونا برا الباص. هون يعني الواحد بقول يضرب وينضرب ولا ياكل قتلة ويقعد، يعني عيب بحقنا ما حلوة. فصار بينه وبينهم يعني بيقولوا عراك، فعلا ضربنا واندفشنا، ما بننكر هذا الشيء. اجت وحدة تركية وما بنسى هذا المشهد، مدت ايدها على راسي وبدها تسحب الحجاب، والله العظيم والله بيشهد على كلامي. ربنا الحمد لله عطانا القوة، وكيف ربي بده يستر علينا، ما بعرف كيف وطيت راسي، كنت ماسكه ايدها وضربتها بالحديد. دخل البوليس فيها، اجا بوليسي رافع الكارت بقول انا بوليسي شو بدنا نعمل، دغري مديت ايدي على جزداني وطلت له الباسبور، قلت له نحن سياح يا كلاب، بس شاف الباسبور اوروبي سكت لبد. المهم وصلنا لمقر الشرطه، احكينا شو اللي صار، والله ما قبلوا يكتبوا التقرير، ما قبلوا لانه عرب. لتدخلت فيها السفاره، إجا إيميل من السفارة من كوبنهاجن لأنقرة، قالوا عم تتعدوا على سياحنا. اتصوري لوين العنصرية، لأنه فكرونا سوريين. يا جماعة الشعب السوري عم بنهان وعم بنظلم بكل بلد بالعالم، مش بس بتركيا، وين ما كان. أنا ماني سورية بس أنا بحترم الشعب السوري، بس الواحد يحكي كلمة حق. الشعب السوري بتركيا ماكل هوا، والله عندي أصحابي بتركيا سوريين، بس عرفوا بالمشكلة، إجوا لعندي وكذا، بس عرفوا بالقصة. أنا ما تخيلت الفرحة اللي بعيونين، بس قلنا لهم ضربنا، الفرحة بعيونين ما تخيلت، صاروا يعيطولنا، يعني يمكن تضحكوا شوي لإلي ولإختي، أبو شهاب وأبو النار، عندكم بسوريا أبو شهاب وأبو النار، والله العظيم. قالوا لنا فشيتوا قلبنا، قلت لهم لهالدرجة ما فيكم تحكوا؟ قالوا إذا حكينا يعني راس مالا بزعبونا، بده يطلعونا برا البلد، لوين بدنا نروح؟
لوين بدنا نروح يا دكتورة؟ على أي بلد؟ أنا يمكن لاحظت بالتعليقات هون بيقولوا على أوروبا، خدونا على أوروبا. أوكي في عدل بأوروبا، بس هلا اللي عم بيصير وسحب الأطفال بسويديا عزيزتي، يمكن هذا الموضوع ما ضويتوا عليه. هذا موضوع كتير مهم، يعني نحن كل يوم عم بنشوف حالات وكل يوم عم بيسحبوا أطفال. يعني كمان موضوع السوريين والعرب بشكل عام في السويد بالنسبة للأطفال هذه كارثة. بس أنا بحترم أردوغان لشغلة وحدة، هيدي بحق شعبه، لما سحبوا 3 أطفال أتراك، الدولة السويدية سحبت 3 أطفال، ضرب إيده على الطاولة وسحبهم ونزلهم على تركيا، بما إنه أولاد العرب الباقيين من سوريين وعراقيين وغيره ما في رئيس لإلهم، وقف وقال بدنا أطفالنا. نعم ففعلا عنصرية كبيرة بتركيا ضد الشعب السوري، مع احترامي للشعب السوري الواحد كلمة حق يحكيها، أنا هذا الشيء صار معي الموقف مش مع أي حد وما حدا حكى لي. يعني دكتور لينا، السوريين بتركيا هن اكثر المتضررين طبعا، لانه هن يمكن يعني مقيمين هناك ومتعرضين لهذه المواقف باستمرار، وايضا لاجئين يعني تحت مسمى لاجئ. حضرتك كنت يعني تحملي الباسبور الدنماركي، فبالتالي يعني يمكن تم احترامك قليلا، اما بالنسبه للسوريين فعلا بالطبع مثل ما تفضلتي الله يفرجها عليهم. ولكن اليوم بالطبع يعني باتت العنصرية تلاحق العرب بأجمعهم، حتى أنهم يستهدفون أجانبا عندما يتشابهون مع العرب. ف صحيح. يعني فما بدنا الوضع نقول مأساوي. بالضبط، ما بدنا نقول انه يعني مع احترامي للي حكي انه بتصرفوا تصرفات غير لائقه، يعني بقصقص بزر وما بعرف شو. لا لا، الشعب التركي منه هالشعب الاتيكيت، منه هالشعب اللي يعني اذا بنطلع عليه بنقول واو. لا لا، بالعكس، اذا بتطلع على البنات السورية مرتبين لبسهم ما شاء الله عليهم مرتبين، تعالي على البنت التركية أو المرأة التركية تفضلي شوفي لي، هي في غيرة، في حسد، في نق. الشعب التركي معروف معروف عنده حسد كبير كبير. بيقول لك السوري إجا هيديك اليوم على البلد سيارة. أنا حكيت مع واحدة تركية هون بالبلد، إنه بالدنمارك بنحكي، يعني تفهمت أنا وياها، بقول لها هيك هيك، بتقول لي يعني هن انه هيديك اليوم اجى على البلد سياره، نحن في اللي عايشين بتركيا ما عندهم سياره، شوفي بناتهم بتلبس وبتترتب. طب المراه السوريه تطلع فيها على هامش الاخبار، ما عليه يعني. ففي غيره، في حسد، في نق، وطبعا السياسه بتلعب دور، وطبعا في بالاساس حقد على العرب، في كره من الشعب التركي او من الحكومات، في بيتهموا العرب بالخيانه، بيتهموا العرب انه خسروهم الحرب، هذا الشيء معروف. بس للأسف طلعت بظهر السوريين اللي كل يوم عم بنضرب فيهم حدا وبينقتل وبموت حدا فيهم. كل احترامي لإلك، للايفك المحترم، لشخصك الكريم ولضيوفك. استأذن، شكرا شكرا كثير لإلك. جزيلا، شكرا لك. طيب سيد نابلس نيوز، سدواتك. وحياتي، مساء الخير للجميع، يعطيك العافية جميعا. يمكن انت تطرقتي لموضوع جدا مهم، بس برضو بدك تربطي هذا الموضوع باللي هو صعود اليمين المتطرف كمان كذلك الامر في الاتحاد الاوروبي بشكل عام، وعم يدعموا بطبيعة الحال الفئات العنصرية اللي متواجدة في كافة بقاع اوروبا، وبالاخص اتجاه المهاجرين بشكل عام. هذا من الناحية الاولى، وهم نفسهم الاطراف الذي تدعم بعض الفئات العلمانيه المتواجده في الدوله التركيه، الذي تدعو الى اعاده تركيا الى ما كانت عليه قبل الهجره اليها. هذا الموضوع الان يصبح يدعمونهم كذلك الامر من الناحيه الاعلاميه، وبيدعموهم كذلك الامر من حيث المال، وبيدعموا الاحزاب العلمانيه اللي بتقاوم المهاجرين الموجودين على الاراضي التركيه. ووكاله الاناضول التركيه اصدرت قبل تقريبا اسبوع من الان حول اليه التعامل مع المهاجرين الموجوده في اراضي التركيه، وكان من ضمنها اخبار صادمه انهم يتعرضون الى تمييز عنصري غير شديد طبعا للجاليات العربيه، وبالاخص الجاليه السوريه المتواجده هناك. إضافة إلى ذلك، ببعض المعلومات عبر مؤسسات حقوق الإنسان الذي تصدر من تركيا عن طريق وكالة الأمم المتحدة في تاريخ 22/5/2023، أصدرت بيان بأن يوجد هناك العديد من المهاجرين الذين رفعوا دعوات قضائية ضد الدولة التركية لما يتعرضون
لما يتعرضون من تمييز عنصري في داخل الدولة التركية، إضافة إلى ذلك استغلال الفئات الشابة للعمل في داخل الدولة التركية مع حد أدنى بقليل مما هو متفق عليه برواتب الأجور في داخل الدولة التركية. إضافة إلى ذلك يتم في حال، كما علمتي، الزلزال الذي أصاب تركيا في الآونة الأخيرة، تم طرد المهاجرين السوريين من الأماكن الذين كانوا يقتدون إليها بدعم من الحكومة التركية، وطردوهم خارج منازلهم من أجل أن يستقبلوا أبناء الدولة التركية كما هم يقولون. وهذا بطبيعة الحال لا يمكن النقاش به، لأنه بطبيعة الحال لما بدك تناقشيها في السياسة تحكي لك مين حق الدولة التركية تعمل ذلك، ولكن على أي أساس تم قبولهم كلاجئين وتم التعامل معهم على أساس مبادئ حقوق الإنسان. أريد أن ألفت نظرك إلى نقطة جدا مهمة لما تعمل البث، اللي هي حاولي تتجنبي في موضوع البث أن تكتبي كلمات يحظرها سياسة التيك توك كالعنصرية أو التمييز العنصري أو الاضطهاد أو الاقتتال، تمام؟ لأنه هذا يؤدي إلى تهبيط في البث عند المشاهدين، ولا يتم ترويج البث على باقي مواقع التواصل الاجتماعي أو إرسال بلاغات للمتابعين عندك على أساس أنهم يقبلوا الدعوة وييجوا يحضروا البث. وبدي ألفت نظرك إلى نقطة جدا مهمة، ونحن نتكلم الآن عن الدولة التركية، فإن البرلمان التركي في صياغة، يوجد هناك خلال اجتماع في الأسبوع المقبل على احتمالية إعادة اللي هي السياسات المتبعة مع المهاجرين وبالأخص التابعين إلى الدولة السورية. نتائج هذه المباحثات لغاية الآن وردتنا معلومات بسيطة منها تقول كالتالي، إنه سوف يتم تقليص عدد المهاجرين إلى الدولة التركية، إضافة إلى استخدام ما يسمى اللي هي إبقاء الكفاءات وما هم عبء على الدولة التركية يتم ترحيلهم. شكرا لك وتحياتي لك مرة أخرى. شكرا لك سيد نابلس، شكرا على المعلومة، طبعا يعني هي جديدة علي صراحة، شكرا لك. طيب سيد أبو يوسف، يعني السيد نابلس تحدث عن ترحيل الأشخاص اللي يعتبرون عبء على الدولة التركية. صراحة هذه الأصداء يعني ترددت عدة مرات على أذهاننا. برأيك هؤلاء الكفاءات إلى أي مستوى؟ يعني الكفاءات هم من الأطباء، الموظفين، أم يعني العمال الذين يتم الحديث عنهم أنهم يرفعون أيضا من الاقتصاد التركي، أم العباقرة فقط مثلا؟ سيدة العزيزة، نوجه التحية لسيد نابلس على المعلومات القيمة وعلى فيما يخص سياسة البث وعلى النصائح، وللأمانة إنسان عطب يتكلم بشكل أكاديمي. نوجه التحية مرة ثانية له. فيما يخص فيما أسلفتي من أو ذكرتي، ما تبقى من سوريين في تركيا، وإذا أخذت حاليا عدد المتفوقين في الجامعات التركية نلاحظ أنه حاليا المتفوق رقم واحد في الجامعات التركية هم سوريين وسوريات. هل تريدين أنا أبعث لك عدد المتفوقين في الجامعات التركية هذا العام؟ أغلبهم سوريين وسوريات. ثاني شغلة، كما أسلفتي، منطقة أضنة وأورفا والمناطق المحاذية للحدود السورية، هاي بالأصل هي منطقة سورية وتم انتزاعها من سوريا بعد خروج بعد دخول الانتداب الفرنسي والتنازل عنها لتركيا، هي واللواء اسكندرون. هي مناطق عربية ومناطق عشائر عربية. اذهبي إلى منطقة أضنة وشاهدي المصانع والمنشآت الصناعية التي قام بها التجار السوريين، سوف تذهلين من حجم العمل ومن حجم الأموال التي ضخت في تلك المنطقة. السوري ليس عبئا على الحكومة التركية وليس عبئا على أحد، السوري سيد يعمل. أبو يوسف، سيد أبو يوسف، قد يكون الأشخاص الذين يعتبرون عبئا هم الأشخاص البسطاء الذين يعني فقراء لا يملكون سوى يعني مهنات خفيفة، يعني كعمالة مثلا، ك لا أعلم ماذا كان اسمهم هؤلاء ستي الذين العزيزة، يزورون بغض تركيا النظر على فيما أسلفتي، المستوى. بغض النظر سواء كانوا بسطاء ولكن يعتاشون وليس متسولين، يعملون ليل نهار في المصانع التركية، المصانع التركية والمنشآت الصناعية التركية تتقبلهم، هم رافدون للخزينة العامة التركية بالقطع الأجنبي. هذا المواطن السوري اليوم إذا استغنت عنه الحكومة التركية، ثقي تماما، كما انا كنت اتمنى القطار السريع، هذا لما يعطيك وزير صناعه
لما يتكلم وزير صناعه، انا ما بيهمني انسان من الشارع عايش والله بقريه او بمنتجع ويتكلم فلان اكل بزر وفلان اكل سندويش، انا عندما يظهر وزير الصناعه فهذا لديه بيانات ولديه احصائيات، يقول اذا خرج السوريين من البلد سوف يتوقف الناتج المحلي وتتوقف اغلب المصانع السوريه، هذا دليل، دليل على انه كفاءه المواطن السوري في تركيا. نحن اما فيما يخص الكفاءات ما تبقى في تركيا، كن على يقين اغلب الموجودين في تركيا هم اصحاب كفاءات، البسطاء بقيوا في الشمال السوري واتوا الى اوروبا، للامانه هي حتى نكون منصفين اغلب الموجود في تركيا هم اصحاب الاموال، شارع اسطنبول شارع الفاتح اغلب المحلات املاكها سوري، سوريين تملكوها السوريين، بمنطقه ازمير ومنطقه اضنا ومنطقه اورفا سوريين، راس المال السوري الذي يضخ في تلك المنطقه راس مال مخيف، فالمعارضه ترمي كما اعيد واكرر المعارضه ترمي فشلها في الانتخابات التركيه باتجاه المواطن السوري وباتجاه المواطن العربي، اوكي السوريين، طيب هل الحكومات هل العراقي العراقي او الكويتي، هذا الكويتي هو سبب ازمه في 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 في, في تركيا؟ خطاب العنصريه، الكويتي ياتي الى تركيا حاملا معه ما يقارب 10,000 دولار، لم ياتي متسولا او ياتي للعماله او ياخذ مكان احد. حضرتك سرت صراحة، يعني أنا ما عم بفهم ليش إنه عندك تحفظ على حديث السيد قطار سريع. حضرتك سردت الحالة التاريخية للمظاهر العنصرية في تركيا، وتعلم أن هذا يعني حال الأتراك منذ القدم، وأن هناك تبعات لما هم فيه. نعم يعني، وتعلم أن السوريين هم فقط أججوا الوضع. معلش سيد عبد الملك رح أرجع أعطيك مجال. السوريون بسبب كثرة عددهم في تركيا أججوا الوضع قليلا، كانوا يعني وسيلة حتى يستعيد الأتراك عنصريتهم وكرههم تجاه العرب، فبالتالي هذا وضع طبيعي، يعني عندما الإنسان يجب عليه أن يحسبها بهذا الشكل، عندما يكون هناك عدد كبير في دولة ما هم أجانب، فبالتالي يعني سيشعر المواطنين الذين ينتمون لهذه الدولة ببعض الغيظ لأنهم يشاركونهم لقمة العيش. يعني المواطن العادي، ليس كل المواطنين يعلمون أن بالسياسة، ليس كلهم يعلمون أن هذا الأجنبي قد يرفع من اقتصاد البلد، ليس الجميع لديهم ضمير ومشاعر وإنسانية تجاه يعني الأجنبي. فلا أعلم لماذا حضرتك عندك تحفظ على حديث السيد قطار سريع. أنا مو تحفظ، أنا لا، هو ذكر جزئيات، هو ذكر حالات فردية، هو ذكر حالات فردية، هو ذكر حالات فردية وبلش التعميم فيها أنه سبب كذا، سبب العنصرية هو حالات الفردية، هو ما ذكر رجع للتاريخ إلى التاريخ كما أسلفت، أنه حالة الخطاب العنصري وكره الأتراك للقوميات العربية نشأ من عام 1918 عندما خرج العثمانيين من المنطقة العربية واتهموا العرب بالعمالة لصالح الغرب على حساب الدولة، على حساب الدولة القومية عندما ظهرت حكومة الاتحاد والترقي، هذا الخطاب خطاب تاريخي. هل الأتراك نسوا تاريخهم؟ هم لاجئون في أوروبا ما يقارب من 100 عام، هل نسوا؟ هم أول من بدأ باللجوء هم الأتراك. لماذا هجر الأتراك بلادهم؟ نتيجة حالة الفقر. نحن في سوريا وفي فلسطين وفي المنطقة العربية لم نعاني الفقر، لم نلجأ إلى تلك البلدان، الفلسطيني لجأ بسبب ظروف الاحتلال، السوري لجأ إلى دول أوروبا بسبب ظروف الوضع الأمني والوضع الحرب التي نعيشها في سوريا، والعراقي لجأ إلى تلك البلدان بسبب ظروف الحرب. أما هل أتاهم من الخليج أو من مصر أو من الجزائر؟ لا سيدتي، هؤلاء يأتون سياحة. نحن كسوريين أو كفلسطينيين أو كعراقيين عندما لجأنا إلى تركيا لجأنا لظروف إنسانية، لكن التركي هو من 100 عام لاجئ في أوروبا، يوجد ما يقارب من 10 مليون تركي موزعين بدول العالم، لذلك عار عليهم عندما يتحدثون بخطاب العنصرية. خطاب العنصرية هذا نحن عندما يظهر رئيس بلدية بولو ويفرض 10 أضعاف غرامات مالية على السوريين التي استهلاكهم للماء، فهذا خطاب عنصري، وعندما نلاحظ أنه أميت هذا خطاب عنصري ويقول أنا عندما بالانتخابات الرئاسية والله سنعيد السوريين إلى بلدانهم ويحمل السوريين خسارهم، يا أخي السوري من أنت حتى تحمله خسارة؟ السوري ماذا أنتج لك السوري؟ لا عيب أنه شعار حملة انتخابية السوري 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 السوري، أنت كإنسان سياسي، كإنسان لك برنامج انتخابي، ضع برنامج انتخابي، وأكرر وأقول لك الدولة العميقة في تركيا
لا تستطيع الاستغناء عن العمالة السورية حاليا. أنا ناقض القطار السريع، وأنا شوفي وقادم الأيام سوف نتحدث في هذا الموضوع. لا تستطيع تركيا الاستغناء عن العمالة السورية. نعطي المجال للسيد مالك كونه كان عنده مداخلة. شكرا شكرا سيد أبو يوسف. سيد عبد الملك تفضل. أختي الفاضلة، أنا بس بدي أعطيك نبذة عن معامل حلب اللي في تركيا، مدينة بورصة بمدينة اسطنبول بأنقرة، أكثر من 11,000 معمل نسيج، هدول بس لوحدهم، هدول اقتصادهم بأيام سورية بالمليارات. يعني بفضل الله وين ما طلعنا بان هنا، روحي شوفي مصر، تعي شوفي ألمانيا، وين بدك. اللي ما عنده مهنة كإنسان سوري، اللي ما عنده شيها، مع احترامي إليك ولكل إنسان شريف ونظيف بيشتغل زبال بس ما بمد إيده، كإنسان سوري عم بحكي أنا بغض النظر عن الجميع، منجيبها بعراء جبيننا ما بنمد إيدنا ومناخد، مانا جوعانين اللقمة، ببيوتنا نحن شبعانين اللقمة، حاجي تحملونا ذنوب نحن مانا فيها، نحن ما طلعنا من بلادنا جوعانين. الله المستعان. شكرا سيد عبد الملك، شكرا. طيب سيد ابو ادم، موالون للدولة التركية اليوم يتحدثون عن ان هناك ايدي خفية تقوم يعني بدعم المعارضة التركية، يعني هذه إحدى المساهمات التي تقدمها بدعم المعارضة من أجل خطاب الكراهية والعنصرية هذا، حتى يعني تؤجج الوضع بين تركيا والعرب بشكل عام لأسباب مختلفة ومعينة، يعني هي سياسية أو قومية أو حتى عقائدية. شو رأيك، هل توافق هذا الحديث؟ والله شوفي، أنا بدي أتطرق لنقطتين جدا هامة في اللي أنت تطرقتي. بطبيعة الحال الدولة التركية عبر مر التاريخ تعاني، ما طبعا خلينا نحكي من تولي رجب طيب أردوغان لمنصة الحكم، وهناك صراع ما بين العلمانيين وما بين الإسلاميين في داخل الدولة التركية، تمام، وكل يغني على ليلاه من أجل الصعود على منصة الحكم وإعادة هيمنته وفرض سياسته في داخل الدولة، تمام. اليوم رجب طيب أردوغان تقريبا بحصل على أصوات كبيرة جدا جدا جدا، جزء منهم من منحوا الجنسية التركية ويحق لهم التصويت، وهذا يؤثر على العلمانيين، تمام؟ بمعنى آخر هم ينظرون إلى الجالية السورية كونها أكبر جالية موجودة في خلينا نحكي في تركيا أو حتى في الاتحاد الأوروبي اليوم، بالإضافة جزء منهم عراقيين وجزء منهم كذلك الأمر أصبح من اليمن، يؤثرون على داخل الدولة التركية. فهناك أصبح يوجد شماعة سوف يعلق عليها سواء كانوا معارضين أو موالات للمعارضة، شماعة ألا وهو الطرف السوري. والنقطة الثانية واللي تطرق إليها الأخ أبو يوسف، أن المشكلة في أي دولة بتوجه لها الشعب السوري، يوجد هناك مشكلة في عقول الشعب السوري المتفوق على أقرانه. طبعا احنا اكيد انه الفخر يعني انه في هذا الحكي، ولكن انا عشان ما نفهمش غلط، انه مش انه لا سمح الله عقليته متحجره، لا، العقليه السوريه الذي يمتلكها رجال اعمال سوريون، مثقفون سوريون، وحتى سياسيون، وكذلك الامر في وسائل التكنولوجيا، وكذلك الامر في الجامعات التركيه اليوم في اسطنبول، هناك دكاتره ومهندسين واطباء ذات كفاءه علميه عاليه ونادره تواجدها في الاتحاد الاوروبي كذلك الامر. وهناك عدة أطباء سوريون موجودون في الدولة التركية اليوم لديهم الصيت والغنى، يمكن الأخ أبو يوسف يعرف هذه المعلومات. العقلية التركية السورية في تعاملاتها التجارية، وأنا هناك تطرقت إلى نقطة إذا تتذكري في موضوع نضال الأحمدية، لما تطرقت شيء عن الدولة السورية والشوكالامو وما إلى ذلك، وتطرقت لك إنه هناك أصبحت الشعب السوري لديه ما يسمى ببارون الاقتصاد، والبارون هذا الاقتصاد لا يتدعمه لا حكومة ولا معارضة ولا موالاة، هو من الشعب نفسه، وهي بيسموها لوبي الشعب في استخدام البارونات الاقتصادية وفقا أكيد لمصلحته الشخصية، لأنه كل تاجر بيدور على الربح والخسارة وما إلى ذلك.
الآن من سوف ينافس الاقتصاد التركي اللي هو الاقتصاد السوري؟ طيب ليش؟ الآن في نقطة عندك جدا مهمة والإخوان السوريين بيعرفوها، الذين يعملون في وكالات التخليص للبضائع والسلع الصينية، تمام، 80% هم سوريون متواجدون الآن في الصين، سواء شئنا نحكي اللي إلنا ونحكي اللي علينا، وهدول هم من يقومون بتسهيل التجارة للوكلاء الموجودون في تركيا، وبأخص للأفراد أو التجار السوريون الذين يذهبون إلى أين، مع من يتعاملون. وهؤلاء العقلية الموجودة في الصين، تمام، الحكومة الصينية كذلك الأمر تدعم مكاتبهم لأنها تحقق أرباح مالية للدولة الصينية بما تقدر سنويا، ووفقا للإعلام الصيني، أنا على استعداد أبعث لك تقرير في ذلك، بأن أكثر جالية تعمل في مجال النشاط التجاري والتخليص الجمركي هما المكاتب السورية بالتحديد. حتى كذلك الأمر لا تستغربي، حتى في فلسطين التجار الفلسطينيين يتعاملون مع مخلصين سوريون، يعني العقلية السورية وطريقة تعاملها في التجارة أكيد سوف يكون لديهم منافس في الجهات المحلية، وسوف يتعرضون لكثير من الانتقادات في هذا الموضوع. ولكن المشكلة بأن الشعب السوري، التجارة السورية، العقلية المثقفة السورية للأسف لا يوجد هناك حاضنة داعمة إليها تلجأ إليها للأسف، فكل من يلجأ إلى أي دولة يتم استغلالهم. وأعتذر على الإطالة. شكرا لك سيد أبو آدم. أنا راح أعطي يعني إضافات مختصرة، بتمنى تكون مختصرة للضيوف اللي موجودين معي حاليا، من بعدها أغلق بأول فرصة. سيد أبو يوسف، إذا في من على منبرك بنتوجه بخطاب من على منبرك للأحزاب المعارضة التركية وللحكومة التركية أن تكف عن خطاب الكراهية، لأن الخاسر أولا وأخيرا هم الأتراك. الاقتصاد التركي هو اقتصاد هش. عندما بوتي، عندما عفوا الرئيس الامريكي ترامب هدد بس تهديد، انهارت الليره التركيه. الليره التركيه ليره هشه، واقتصاد اقتصاد هش، لا يغرك انه بدوله 20 او ما شابه الى ذلك. اتمنى من الاتراك ان يخففوا من خطاب العنصريه ومن الخطاب اتجاه العرب، لانهم اقتصادهم، قوه اقتصادهم بوجودهم ضمن السوق العربيه. اردوغان يعي ذلك، قوة الاقتصاد العربي وقوة الرأس المال العربي عندما ذهب إلى الإمارات وإلى السعودية وإلى قطر. الاستثمارات العربية الموجودة الآن في تركيا، إذا سحبت الاستثمارات العربية اليوم من تركيا سينهار الاقتصاد التركي، وسيصبح التركي صباحا لن يجد ما يأكلهم. نتمنى أن يكون الخطاب خطاب عقلاني، وأن لا يكون خطاب يجي على ناس ضعفاء لا قوة لهم ولا حول. اللاجئ السوري كما أسلف أخونا، أتمنى أنه هذا إنسان ضعيف لم يأتي إلى تركيا والله لأجل العيش ودور فرص عمل، هو أتى من ظروف حرب يعيشها. أتمنى من السيد أردوغان أن يتخذ إجراءات حاسمة تجاه تلك وسائل الإعلام وكل، ويفعل دور القضاء، وكل من يسيء إلى العرب أن يحاسب أمام تلك القضاء وينال جزاؤه. شكرا لك ولكل ضيوفك ولا أبو السيد أبو آدم. شكرا سيد أبو يوسف. سيد عبد الملك. الله يسعدك، بس نتمنى أن الله يفرج على البلاد المسلمين أجمع، بس وإن الله وإن الله يرجعون. كتر الله خيرك على الاستضافة. شكرا لك سيد عبد الملك، بأمان الله. سيد أنا أعطيت مجال للسيد عاش الملك، هو عنده إضافة مختصرة. يسعد أوقاتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة للأخت الكريمة على هذه الاستضافة، وتحية للإخوان السوريين والإخوان الفلسطينيين الذين شاركوا في هذه المنصة الشريفة لهذه الأخت العظيمة التي تتطرق إلى مواضيع جميلة جدا. أولا أريد أن أقول بأن جل هذه السياسات المستعملة للمشاعر المعادية للعرب بما في ذلك عملية التطريق إلى التمرد العربي ضد العثمانيين، تراوحت المعادة العروبة في تركيا يا أخي الكريم بسبب الاضطهاد المنهجي وإنكار الثقافة العربية في الدولة. نحن نعلم خلال عام 1915 كانت وقعت مجاعة في جبل لبنان، والتي ربما قضت على نصف سكان المسيحيين في لبنان، ويعتقد أن الدولة العثمانية أبقت عليها. ويجب كذلك أن تعلمون أن تركيا لديها تاريخ قوي معادل للعروبة يا أخي الكريم، يعود تاريخه إلى مصطفى أتاتورك،
وقد زادت هذا زاد هذا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة التركية. لذلك يجب أن تعلمون بأن دائما يكون هناك خطابا معادي للعروبة، خطابة الأشخاص التركيين يكون معاديا للعروبة، وهذا شيء يحيز في قلوبنا. ونحن نعلم بأن الدولة العثمانية لها تاريخ ولها يعني تاريخ ومعادي للعرب، يعني منذ 1513 عندما دخلوا إلى الجزائر ونهبوا وسرقوا واغتصبوا وما فعلوه يعني معادي للعرب، ولذلك لهم هذه الثقافة المعادية للعرب. وأتمنى من الله أن يعني يغيروا من أفكارهم السياسية وكذلك لهذه المعادات للعرب. هذا كان تدخلي بسيط جدا، وأتمنى أن أكون معكم في لقاء آخر أختي الكريمة، وأشكرك جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك، شكرا جزيلا، بأمان الله. مثل ما تفضل سيد نابلس نيوز، السوريون اليوم هم يعني السوري المضطهد الهارب من الحرب يحاول أن يثبت نفسه للعالم بأنه ناجح رغم الظروف القاسية، كما يحدث مع الكفاءات التي تسعى تركيا للحفاظ عليهم. وأيضا السوري البسيط الذي يعتبر من الطبقات يعني المنخفضة الدخل والذي عاش في مناطق نامية، فهذا هو من يتعرض أكثر شيء للاضطهاد إن كان في تركيا أو أي مكان آخر في العالم، في لبنان وفي أوروبا أيضا. فهذا الشخص هو ضحية تركيا، ضحية الممارسات العنصرية أيضا في لبنان، وضحية الممارسات العنصرية أيضا في أوروبا كما يحدث في السويد. لذلك من يخرج من الحرب إما أن يثبت نفسه بجدارته، وإما أن يستسلم للاضطهاد وللفقر. يعني بتمنى أن السوريون يختارون طريق إثبات النفس والاجتهاد على نفسهم حتى يثبتوا للناس أنهم رغم الصعوبات رغم الحرب قادرون على أن يكونوا من يعني أوائل الأشخاص المميزين. كما تفضل سيد أبو آدم، سيد أبو آدم فلسطيني يعني، ولكن تحدث بطريقة جميلة عن الشعب السوري. سيد أبو آدم رح أختم معك، تفضل. تحياتي لك. أول شيء أنا رسالتي طبعا كفلسطيني نتمنى من الله أنه تخرج الشعب السوري من محنته التي هي موجودة عليه الآن، ومش عارف هو مين يدعي للثاني يعني، ولكن إن شاء الله يعني دعوة مظلوم مع مظلوم يعني ربنا يستجيب، ونتمنى ربنا أنه يوحد شملنا وشملهم يعني على الأقل، وربنا يفك هذه المحنة. ولكن أنا إلي نصيحة لك أنه في العنوان أو الملخص اللي أنت بتضيفيه على أساس الناس تعرف الموضوع، حاولي تتجنبي المصطلحات التالية اللي هي العنصرية، الاقتتال، الحرب الدموية، أو كل شيء يخالف سياسة التكتب، لأنه زي ما أنت شايف عندك على أرض الواقع مش راح يتم نشر البث لمتابعينك على أساس يتم جلب الدعوة. إضافة إلى ذلك بتمنى أخذ الحيطة والحذر في المواضيع التي تتعلق سواء كان بالشأن الداخلي السوري أو الشأن الداخلي الفلسطيني، لأن هناك جزء من الوحدات الاستخباراتية من هنا أو من هناك من دول معادية من الكيان الصهيوني أو إلى ذلك للتشويش على البث. هذه مصطلحات لك يعني، وبتمنى تقبلها من روح أخوية، وتحياتي لكم جميعا، وربنا يفرج هم الأمة العربية كلها، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سيد أبو أدم، أكيد يعني هاي معلومات جديدة علي صراحة، وأنا أكيد راح أخذها بعين الاعتبار. شكرا لك، شكرا لكم يعني مشاهدينا، مشاهدي قناة 29 أكتوبر، مشاهدي برنامج وقع مع نورال. انتهت حلقتنا اليوم، بدي أشكر كل الضيوف اللي شاركوني هذا البث، مع أنه كان هذا البث قليلا يعني غير متفاعل، يمكن مثل ما تفضل سيد أبو آدم في بروتوكولات معينة عم حاول أني أفهمها، مع الأيام إن شاء الله بفهمها بشكل كامل. يعني يوم غد ما بعرف صراحة إذا في عنا حلقة رح شوف، أكيد نحن بننشر يعني قبل 3-4-5 ساعات غالبا بوستر يعني هو بيثبت أو يعني ننظر من خلاله إن كنا رح نبث أو لا. على كل أن تابعونا، وشكرا لكم، وتصبحوا على خير وبأمان الله.